السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلاب أهلا وسهلا بكم. معكم دكتور إبراهيم عيسى. محتوى الفيديو ده يا جماعة مخصص لطلاب قسم اللغة الإنجليزية كلية الآداب، الفرقة الثانية. طبعا ده محتوى الترم الأولاني من عام 2020-2021. الطلاب سألوني كتير، يا دكتور إحنا عايزين نعرف المنهج كل بتاع خاص الترم الاولاني كله، لان كورونا كانت سببت ان فيه الطلاب يحضروا على مجموعتين والطلاب تايهين. وانا حبيت بس اطمنكم ان شاء الله الفيديو بس تابعوه ان شاء الله للنهاية، فيه المنهج اللي احنا خدناه خاص بقواعد وتدريبات على المفردات. يمكن الفيديو يكون طويل شوية لكن عايزكم تركزوا فيه وتاخدوا بالكم من المحتوى اللي فيه، لأن أنا حطت حتى الأسئلة اللي احنا خدناها أو التمارين اللي احنا خدناها بالحل بتاعها. فطبعا محدش من الطلاب كده ليه حجة اللي يعني مش عارفين الحل أو مش عارفين المحتوى اللي عندنا ايه. ركز في الفيديو كويس، الامتحان إن شاء الله من خلال الفيديو ده كله إن شاء الله. الاول حاجه يمكن خدناها، يمكن خدنا الفيوتشر بروش، المستقبل القريب في اللغه الفرنسيه، وقلنا هو بيتكون من تصريف فيرب عليه زائد المصدر او مصدر الفعل يعني، وده بيستخدم للتعبير عن اجراء سيحدث في المستقبل القريب جدا. يعني على سبيل المثال، لو هناخده مثال على سبيل المثال، فعل سورتير اللي هو معناه يخرج، هقول مثلا je vais sortir, tu vas sortir, il ou elle va sortir, nous allons sortir, vous allez sortir, ils, elles vont sortir. يبقى هنا ادي مصدر الفعل sortir، اللي يهمني هنا اللي هو تصريف verb aller، اللي هو je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. واحط بقى اي فعل انا عايز احطه ورا منه معناه سوف، يبقى انا je vais sortir سوف اخرج، tu vas sortir انت ستخرج، وهكذا. il هو va sortir, elle va sortir هي هتخرج، nous allons sortir هنخرج، vous allez sortir ستخرجون، و ils vont sortir سيخرجوا، elles vont sortir سيخرجن. يبقى ده مثال على تكوين المستقبل القريب من aller زائد المصدر. مثال تاني avant-heure يعني الساعة 8، je vais sortir avec mes amis الساعة 8 بالليل، أنا سوف أخرج مع أصدقائي. لما أجي أقول هنا الفعل اللي قدامي ده أو التكوين اللي عندي ده je vais sortir، معناها إن أنا عندي هنا future proche مستقبل قريب، لأن أنا عندي تصريف verb عليه زائد الإيه المصدر. يبقى je vais sortir avec mes amis سأخرج مع أصدقائي. الحدث هو هيتم قريب بعد فترة زمنية قريبة جدا. ce soir هذا المساء elle va rencontrer ses copines هي هتقابل ايه صديقتها هذا المساء. التكوين بتاع الفعل او المستقبل القريب بيتكون من verb عليه متصرف في المضارع عادي خالص او زائد المصدر. طيب مثال تاني فيرب شونتي، لو انا عايز احط في النفي بقى هعمل ايه؟ شوف je ne vais pas sortir, tu ne vas pas sortir, elle ne va pas sortir او il او elle ne va pas sortir. يبقى لاحظت ان احنا بنحط تصريف اللي هو فيرب اري ما بين الن والايه والبا، ما بين الن والبا اللي هو اداتين اللي هم خاصه او الاداه الخاصه بالايه بالنفي. نو نالون با سورتير، تمام، انا بعلمها لكم بالاحمر اهوت عشان اوضح لك ان الفيرب اتحط ما بين الن والبا، ما بين الن والبا. يبقى فو نالي با سورتير، ال نو فون با سورتير، او ايل او ال طبعا نو فون با سورتير. يبقى انا اما احب احط الفيرب، طبعا هو فيرب شونتي معلش احنا هنصلحه، فيرب شونتي يعني يغني، فما احب انفي هكذا هنمشي كده على هذه الطريقه. يبقى نقول ايه؟ هنقول مع بعضنا، هنغير بس الفعل شونتي مش سورتير، شونتي معناه يغني، فهنقول ايه؟ جو نو في با سورتير، يبقى جو نو في با شونتي.
معناها مش هغني وهكذا. الفيرب اللي وراه طبعا او الجملة اللي بعديها tu ne vas pas chanter. إيه لو قال نبا ها شونتي؟ لاحظت ان احنا بنحط الفعل في المصدر، يبقى اللي يهمني ان انا احط ايه فيرب علي. نونا لومبا شونتي، فونا ليبا برضو شونتي عادي. انا ممكن كنت سبت فيرب سورتير عادي زي ما هو، مفيش اي مشكلة، لكن انا عشان حطيت فوق خالص كده فيرب شونتي. يبقى انا اما احب احط الفعل في المستقبل القريب بجيب فيرب الي من عندي، il va je vais tu vas il va elle va nous allons vous allez ils vont elles vont. عايز احط الزمن المستقبل القريب في النفي، يبقى احط الفعل ما بين الني والايه والبا، ادي الني والبا وحطيت فيرب الي والفعل في المصدر ورا خالص، مفيش اي مشكله. يبقى je vais chanter هغني، مش هغني يبقى je ne vais pas chanter. Tu ne vas pas chanter, elle ne va pas chanter, il ou elle, nous n'allons pas chanter, vous n'allez pas chanter, ils ne vont pas chanter, elles ne vont pas chanter. يبقى ده التصريف بتاع verb اللي هو الفتير بروش المستقبل القريب. برضو أمثلة تانية نبص كده، في عندي أمثلة هنا المثبت والمنفي. Je vais manger معناها سوف أكل، لاحظ إن أدي verb عليها اهو اللي عليه التظليل ده، يبقى جو في مانجي هاكل، جو نو في با مانجي مش هاكل، مستقبل قريب بيتكون من الي زائد المصدر. تو فا بارتير سترحل، تو نو فا بار تو نو فا تو نو فا با بارتير مش هترحل، ال فا دورمير هو هينام، ال نو فا با ابو ايل نو فا با دورمير مش هينام، ال فا تليفوني هتتصل، ال ne va pas téléphoner مش هتتصل، nous allons gagner هنكسب، nous n'allons pas gagner مش هنكسب، vous allez perdre هتخسروا، vous n'allez pas perdre مش هتخسروا، ils vont courir ستجرون، elles ne vont pas courir مش هتجروا، elles vont danser هيرقصوا، أو elles ne vont pas danser مش هيرقصن. يبقى هنا الجمل دي أمثلة على المستقبل القريب في المثبت وفي المنفي. يبقى في النفي بحط فيرب الي بس ما بين الني والباء هو زي ما احنا شايفين كده، والفعل في المصدر في الاخر. طيب طبعا انت لو عايز توقف بقى او ترجع الفيديو دي حاجه بقى ترجع لك انت، ركز بس انت اهم شيء ده الفتير بروش بيتكون من فيرب الي في المضارع زائد زائد المصدر، وادي امثله عندك ذكرناها. نيجي بعد كده نشوف الافعال الضميريه. الفيرب اسمها فيرب برونومينو، الافعال الضميريه اللي هي بتبقى في المصدر مسبوقه بس، خد بالك عشان سي دي بتتغير زي ما احنا هنشوف دلوقتي. زي مثلا سو بريزونتي يقدم نفسه، سو كوشي ينام، سو لافي يغتسل، سو بروميني يتنزه او يتفسح. طيب انا اخد بالي انا بحط عادي بالاحمر زي ما انتم شايفين، جو في تو فا il va elle va، احنا بنحط التصريف بتاع فيرب عليه عادي خالص. لكن هنا مثلا لو خدنا على سبيل المثال فيرب سو كوشي، شوف هنا السو دهيت بقت مع الجو عامله ازاي، بقت مي اتحولت لمي. وانا طبعا هغير اللون خالص، نخلي مثلا لون زي الازرق كده، يبقى جو في مش كوشي هنام. خد بالك عشان السو هنا اتغيرت مع الجو، السو دي مع الجو بتبقى مي، مع التو بتبقى مع ال بتبقى س زي ما هي، مع ال برضو س. خد بالك عشان احنا قلنا س سو بريزونتي سو كوشي سو لافي سو بروميني، الس ديت عامله ازاي يا شباب؟ هنا مع النو بتبقى نو، مع الفو بتبقى فو، مع ال وال س اللي هي ال وال اللي هو الضمير الثالث الجمع اللي هو هم وهن. طيب نبص كده، يبقى خدت بالك ان قلنا جو في مي كوشي، je ne vais pas me coucher هنام مش هنام، tu vas te promener هتتفسح، tu ne vas pas te promener مش هتتفسح، برضو نفس الكلام. خد بالك ان السو ده شوف اتغيرت بقت عامله ازاي اهي، مع جو بقت م، مع تو بقت تو اهي زي احنا بنلونها اهو عشان تاخدوا بالكم. tu ne vas pas te promener، طب il va se laver مع الايه والال تبقى زي ما هي، هو هيستحمى، لا هو مش هيستحمى. يبقى هنا ادي التصريف عندك، ال فا سي بروسيل لي دون هي هتغسل سنانها بالفرشه يعني، ال نو فا با سو
بروسي لدون، هي مش هتغسل سنانها. نو زالون نو ليفيتو، احنا هننام بدري. ده بقى تصريف اللي هو بالاحمر ده بقى فيرب عليه، اللي هو مكون الاساسي للفتير بروش المستقبل القريب. نو نوز، يبقى نو زالون نو ليفيتو، احنا هننام مبكرا. نو نالون با نو ليفيتو، مش هننام، مش هنستيقظ، اسف. يبقى انا نو زالون نو ليفيتو معناها هنستيقظ مبكرا. Nous n'allons pas nous lever tôt, مش هنستيقظ مبكرا. Vous allez vous reposer، انتوا هتستريحوا. Vous n'allez pas vous reposer، يبقى خد بالكوا ده الافعال الضمريه في الاثبات وفي النفي. Ils vont se disputer، هيتخانقوا مع بعض. Ils ne vont pas se disputer، مش هيتخانقوا مع بعض. Elles vont se maquiller، هم هيتمكيجوا. Elles ne vont pas se maquiller، هم مش هيتمكيجوا. يبقى القصد عندي هنا ان الفتير بروش بيتكون من الالي زائد المصدر. طبعا عندي فعل ذو ضميرين، يتحط فعل ذو ضميرين في المصدر عادي خالص، بس اخد بالي ان الضمير المنعكس دوت اللي هو بالازرق بيتغير حسب الفاعل. مع الجو بيبقى مي، مع تي بيبقى تي، مع الال بيبقى سو زي ما هو، مع الال برضه سو زي ما هو، مع النو بيبقى نو، مع الفو بيبقى فو، مع الال بيبقى سو، مع الال بيبقى سو، اللي هو اي فيرب بقى ذو ضميرين. طبعا الافعال الضمريه في اللغه الفرنسيه كتيره، زي سو بريزونتي يقدم نفسه، سو كوشي ينام، سو لافي يغتسل، سو بروميني يتفسح. يبقى جو في مي كوشي، جو نو في با مي كوشي، وهكذا. تو فا تو بروميني، تو نو فا با تو بروميني. خد بالك في النفي حتى بحط الفعل ايه عليه ما بين الني والبا زي ما قلنا في الامثله اللي سابقه. نيجي نبص السؤال في الامتحان يجي ازاي. متى ضع الفيرب انتر بارونتيز او فيتور بروش، ضع الافعال اللي هي ما بين قوسين ده هي في المستقبل القريب. الاربيتر دوني لي سينيال دو لا فان دو ماتش، يعني الحكم اعطى اشاره لنهايه الماتش. ايه بقى هنا دوني اللي مطلوب اللي هو ما بين قوسين ده يتحط فين؟ في المستقبل القريب. طبعا الاربيتر اللي هو الحكم اللي هو بيساوي ايه هنا في الحاله اهو، بيساوي ايل هو. يبقى فيرب عليه ازاي؟ فا مع ايل، يبقى فا دوني. يبقى الاربيتر فا دوني لو سينيال دو لا فان دو ماتش. لاحظ ان دوني زي ما هي ما حصلش تغيير لها، لكن جبنا فيرب عليه من عندنا. جو سو بروميني ا بيسيكليت دون لو بارك، انا هتفسح بالعجله في الحديقه. طبعا في ناس عايزه تسبق في الحل، ماشي. الحل تحت اهو جو في، مع جو فيرب عليه في يبقى سوف، انا سوف. مي بروميني، لاحظت ان السي بقت ايه؟ ايوه هنخليها بالازرق. مي، مي بروميني زي ما هي في المصدر عشان قبلها فعل مصرف اللي هو فيرب عليه. يبقى جو في مي بروميني ا بيسيكليت دون لو بارك. نو زالون اشيتي ان فيلا، يبقى نو زاشيتي ان فيلا، هنا هنحط مع نو ايه؟ فيرب عليه بقى نو زالون، واشيتي زي ما هي مش هنيجي ناحيتها، يبقى نو زالون اشيتي ان فيلا. Elles sortir le soir، يبقى elles vont sortir le soir، elles vont sortir le soir معناها هيخرجنا ايه بالليل. يبقى ادي مثال هيجي ازاي في الامتحان. ضع متي لفيرب الافعال انتر برونتيز اللي ما بين الاقواس او فيتور بروش في المستقبل القريب. طيب نيجي بقى نتنقل على الفيتور بروش مستقبل بسيط. يبقى انا عندي في اللغه الفرنسيه مستقبل قريب، ودي من ضمن الازمنه او بناء على ازمنه مساعده، وعندي الفيتور سامبل المستقبل البسيط. المستقبل البسيط على عكس المستقبل القريب، يعني هو في التكوين بتاعه. المستقبل البسيط عباره عن مصدر الفعل زائد النهايات، ليه نهايات معينه. وكان زمان المدرسين يقول لك النهايات بتاعه الفتير سامبل اللي هي بتاعه المستقبل البسيط قريبه من تصريف فيرب افوار، ماشي. احنا هنشوف بس ادي انفينيتيف، يعني المصدر ده اللي يكون الفعل من المستوى البسيط، يتكون من المصدر زائد الترمينيزون يعني النهايات. ايه هي النهايات؟ اللي انا بحط مع الجو اي، مع تي اس، مع الاي والال ا، مع النو او ان اس، مع الفو او زد، مع الاي والال او ان تي. يعني هنا مثلا جو اي يتحط ايه اخر الفعل، يعني هنشوف دلوقتي المصدر الفعل زي ما هو. اما اقول مصدر الفعل يعني لم يطرا على او لا يطرا على الفعل اي تغيير، يفضل زي ما هو كده. واحط بقى، ابدا احط نهايات، لازم اعرف مصدر الفعل واحط النهايات. يبقى هنا مع النهايات مش احفظ النهايات كده، جو بحط معاه اي، مع تي اللي هي انت، اس، مع الاي اللي هو ا، مع الال ا، مع نو او ان اس، مع الفو او زد، مع ايل
تروازيام بيرسون دو بلوريال يعني اللي هي الجمع او ان تي مع الال او ان تي. طيب يشير المستقبل البسيط الى حدث سيقع في المستقبل بالنسبه للحظه التي نتكلم فيها. يعني انا بتكلم دلوقتي بقول ايه، بكره انا هعمل كذا، هختار كذا، او هسافر او كده، يبقى انا حاجه لسه جاي. طيب هنا نشوف فيرب شوازير. فيرب شوازير هنا في المصدر اهو، فبقول جو شوازير، حطيت الفعل وهبدأ احط النهايات. مين الفاعل؟ جو. طيب جو انا شوازير، ساختار مي دوفوار، واجباتي دوما، هختار الواجبات بتاعتي بكره، او هعمل الواجبات بتاعت او فينيري، اي حاجه احط انت فعل اللي انت عايز تحطه. يعني يبقى انا مثلا لو عايز احط فعل تاني اقول سانهي، يبقى في نير ادي المصدر، وابدا احط النهايات مع جو ايه اي. يبقى انا اللي هي اللي احنا هنعلموها دلوقتي بالاحمر كده ده النهايات. طب ايه اللي هو بالازرق اللي احنا هنخليه بالازرق كده؟ ده اللي هو الفيرب ايه، الفيرب او المصدر اللي هو موجود عندي ده، نخليه مثلا بلون ازرق او اي لون رمادي او كده. يبقى هنا جو شوازيري او جو فينيري، يبقى هنا ده المصدر، ده المصدر بتاعي، هاخد بس كده عشان اغير نفس اللون. يبقى هنا جو فينيري، فينيري مي دوفوار، جو شوازيري مي دوفوار. يبقى ادي فعل شوازير او فعل فينير معناها ينهي او ينتهي، هنهي واجباتي بكره او هخلص واجباتي بكره. طيب نيجي على فيرب اللي هو المجموعه او المثال الثاني، سوسوار هذا المساء نو زيرون او سينما. ايه حكايه بقى ايران ده؟ ده فيرب ايه ده؟ الي. طب ليه احنا ما حطيناش الي كده ماشي، ورحنا حاطين الايه النهايات اي او مع النو ايه او ان اس؟ اقول لك لا، ده كده غلط، كده غلط، كده بالشكل ده غلط. ليه بقى؟ يعني ما ينفعش احط الفيرب ده زائد النهايات كده على طول. احنا اتفقنا ان مع النو ايه هو ان اس، لان الفعل ده من الافعال الشاذه، يبقى فيرب عليه ماله من الافعال ايه الشاذه، يبقى الكلام ده كله هيبقى ايه غلط. ده لازم نحوله الاول لاي ار، يبقى نحفظه ان فيرب عليه ان هو يذهب من الافعال الشاذه، انا بحط اي ار بحوله لشكل تاني خالص، وابدا احط النهايات مثلا مع انه هيبقى ايه او ان اس، فبقى بالشكل ده نو زيرون او سينما. يبقى اذا عندي افعال هنشوفها دلوقتي شاذه خالص، ما ينفعش نحط النهايات كده على الفعل في المصدر، لكن لازم نحولها لشكل تاني. يبقى نرجع للقاعده او نرجع للدرس اسمه مستقبل بسيط. هنا الفيتشر سامبل بتكون من المصدر زائد النهايات، احفظ النهايات كويس قوي، هشوف مع جو اي مع تي اس وهكذا، ومع نو او ان اس وزاد اي وال او ان تي. طيب نيجي ايه كلمات الداله، مثلا اقول دوما غدا، او ابري دوما مثلا بعد غد، او حاجه اي زمن زي بروشا قادم، يعني مثلا سمان بروشان الاسبوع القادم، سامدي بروشان السبت القادم، بروشان مو قريبا، او بلوتار فيما بعد، دون كالك جور في بعد بضعه ايام، سوسوار هذا المساء، دون زين سمان خلال اسبوع، ابيانتو عما قريب. خد بالك ان المستقبل البسيط انا ممكن يعوضني عن المستقبل القريب اللي شرحناه في اول الفيديو، يعني ممكن استغنى عن المستقبل القريب واستخدم مستقبل بسيط، عادي مفيش اي مشكله يعني. طيب هنا هناخد بقى امثله. احنا عارفين ان في اللغه الفرنسيه في ثلاث مجموعات بالنسبه للافعال، مجموعه اولى اللي هي اخرها اللي هي بتنتهي ب ER، تمام، اللي هي اخرها ER، عندي مثلا مجموعه ثانيه اللي هي اخرها ER، عندي مجموعة تالتة ودي بتبقى تلات حاجات، يا اما فعل اخر ار او اي او اي ار، تمام، او او اي ار. يبقى انا عندي المجموعة التالتة في اللغة الفرنسية تلات نهايات، الفعل في المصدر بينتهي بتلات حالات وهنشوف دلوقتي. نيجي مثلا افعال المجموعة الاولى زي فعل ايمي يعني يحب، يبقى سأحب، حطينا الفعل اهوت زي ما احنا شايفين اهوت في المصدر اهوت، وزائد النهايات عادي خالص مفيش اي مشكله، احط الفعل في المصدر وابدا احط الايه النهايات عندي اي مع التي هنحطه يبقى ايه اس، تمام. يبقى الاحمر ده اللي هو الفعل فين في المصدر. نيجي على
إميرا، إميران، إميري، إميران، حطينا الفعل في المصدر زائد النهائي. أفعال المجموعة التانية أنا بحط الفعل في المصدر برضو. خلاص هي القاعدة خلاص ثابتة، يعني مثلا هنا فينير ينهي، ولسه قايلين من شوية في المثال بتاع جو فينيري مي دوفوار، فينير أنا حطيت الفعل أهو في المصدر أهو خالص، مش أي مشكلة، وأبدأ أحط إيه النهايات، فينيرا، فينيرا، فينيرون، فينيري، فينيرون. طيب لو أنا عندي فعل مجموعة ثالثة مثلا آخرها ار، خد بالك هنا عشان الفيرب زي فيرب هنا متر، الفيرب طبعا ممكن نكتبه كده بس كده قبليه هنا متر، الفعل زي ما انتم شايفين كده متر، ده اخره ايه؟ ار -E. صح؟ ار -E. اهي ده المصدر بتاعه. خد بالك بقى احنا عشان نبدا نحط النهايات بتاعه المستقبل البسيط لازم اشيل ال -E قبل ما احط النهايات، فبقيت لنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده كله. يبقى اذا متر فعل مجموعه ثالثه لانه اخره ار -E. فقبل ما احط النهايات انا بشيل الـ اه اللي هي الاخيره، وابدا احط مع ج زي ما انتم شايفين كده اي مع تي اس اهيت مع الايل ا مع النو او ان اس مع الفو زد مع الايل والال او ان تي، يبقى متر مترا مترا مترون متر مترون. يبقى ده تصريف المستقبل البسيط في الثلاث مجموعات، مجموعه اولى، مجموعه ثانيه، مجموعه ثالثه، بحط مصدر الفعل زائد النهاية. طيب خد بالك لو انا عندي فعل اخره في المصدر اخره او ال او ار او او تي او ار، الدوبل انا بضاعف الكونسون اللي هو او بناخده اكسون في بعض الحالات. يعني انا ابلي، شفت هنا عشان انا احطها في المصدر ابلي معناها ينادي، يبقى جابيلري حطيت هنا عملت ايه؟ ضاعفت الايه؟ ال ال عندي هنا انا ضاعفت الايه؟ ال ال زي ما انتم شايفين كده اشتي بقت اشتي ري، غير حطيت هنا اكسو برضو هنا من عندي. طب افعال تانية زي جي تي يعني يلقي، برضو ضعفت هنا التي هنا قبل ما احط النهايات. عندي ابيلي خلاص قلناها، جيلي برضو نفس الكلام، برضو حطيت هنا اكسو، غيرت الاكسو. ابيلي ري برضو ضعفت ال، وبيلي هنا حطيت هنا ايه اكسون. دي طبعا يعني احنا مع الطلاب القسم الانجليزي ما بنركزش قوي على الحالات اللي هي يعني بتبقى شاذة قوي او عايزه دقه، لكن طبعا الطلاب اللي هم متخصصين يمكن احنا بندقق معاهم لان ده التخصص بتاعهم، فناخدوا بالنا برضو في ملاحظات. لو انا عندي فعل اخره اجريك او ار، فبنغير الاجريك الى اي قبل ما احط النهايات، زي اسويه بقت اسوي ري، لاحظت ان الاجريك هنا شايفين اتغيرت هنا اهيت، هنا اهيت بقت بشكل ايه تاني خالص، اتحولت بقت اي. زي برضو بي اي يدفع، انا حولت الاجريك الى اي وحطيت النهايات عادي خالص. نتوي اي معناها ينظف، برضو حولت الاجريك الى اي. ابوي اي معناها يسند او يضغط، يبقى ابوي رو مثلا حولت الاجريك الى ايه؟ الى اي زي ما انتم شايفين هنا كده. طبعا دي حالات اللي هي يعني برضه قلنا بندقق معاه مع الطلبه المتخصصين. من ضمن الافعال الشاذه عندي خالص اللي لازم يتحول لشكل تاني، عندي فيرب افوار يعني يملك، واتر يعني يكون. طب انا عايز اقول بكره هيكون عندي عربيه، يبقى سامتلك عربيه، يبقى هنا لازم ما ينفعش احط هنا الفعل كده في المصدر زي ما هو كده واحط نهايه، لا لازم انا احول فعل افوار الى اور، الى اور يعني ايه نحوله الى ايه اور اللي هو ا يو ار، وبعد كده احط النهايات. يبقى انا لو اشتغلت على الافوار كده على طول غلط، عايز اقول ساملك مستقبل بسيط اللي بقى نحولها ل ا يو ار واحط النهايه. وهنا اتر سير برضو اهيت اس يو ار زائد الايه النهايات، برضو نفس الكلام اور اهيت وهكذا، ده نفس الايه الكلام اهوت. برضو اور اورون نفس الكلام، اوري اورون وهكذا، سوري فيرب اتر بقى ساكون، يبقى سوري. يبقى لو انا حطيت النهايات على اتر كده على طول على الشكل ده غلط، مفيش حاجه كده في اللغه الفرنسيه. افوار برضو نفس الكلام، لو انا حطيت افوار وحطيت نهايات في المستقبل كده برضو غلط، مش هينفع الكلام ده. نيجي نبص على امثله برضو متعدده اهوت، مارشي يمشي، يبقى ده عادي مش فعل مجموعه اولى، ما فيش اي مشكله، بحط مارشي وحط النهايات، يبقى جو مارشي ريس امشي، مارشورا مارشورا مارشورون مارشري مارشورون.
شوازير بقى مجموعة تانية زي شوازيري شوازيري شوازيرا باردون شوازيرا شوازيرون شوازيري شوازيرون، مفيش أي مشكلة، ما عندناش أي مشاكل. أفعال مجموعة تالتة يبقى يمكن عندي الفعل ده اللي هو فعل كوندوير. قلنا يمكن فعل كوندوير أصلا آخره يعني لو كتبناه أدي المصدر بتاعه كوندوير، تمام كده. لاحظتوا إيه بقى؟ لاحظتوا زي ما أنا قلت فعل متر من شوية لازم أشيل الأ لأنه مجموعة تالتة، فبشيل الأ دهيت أشيلها خالص أحذفها قبل ما أحط النهايات. فلاحظت هنا إن كوندوير كده أه، فلكن أنا ببدأ أشيل الأر أشيل الأ اللي هي بعد الأر وأبدأ أحط الإيه النهايات. كوندوير معناها يقود، يبقى كوندويرا كوندويري كوندويرا كوندويرا كوندويرون كوندويري كوندويرون. يبقى هنا ازاي احط فعل مجموعة تالتة اخره ار ا، فانا بشيل الاو قبل ما احط الايه النهايات. خد بالك ان في افعال بقى شاذة خالص اللي هو فير وعائلتها، يعني فير بارفير فور فير ساتسفير مفير مالفير ريفير دفير. فبيحصل ايه؟ شايفين فعل فير ما اقدرش برضو، ده فعل من افعال الشاذة لازم احوله ل اف او ار واحط الايه النهايات. ادي اف او ار هيت وابدا احط النهايات زي ما انتم شايفين، واللي يمشي على فير يمشي على بار فير وفور فير ساتس فير وهكذا. طيب اجي على فيرب افعال مجموعه الثالثه اخرها اي ار زي سورتير بارتير الكلام ده كله ما فهمش اي مشكله، بحط الافعال زي ما هي واحط النهايات. لكن خد بالك ان مش شرط الفعل مجموعه ثالثه اخره اي ار افضل احط النهايات كده، ولا لا في افعال عندي لازم يتحولوا شكل تاني زي مورير يموت. يبقى انا موري، شايفين هنا بقت الشكل عامل ازاي، اتحولت لشكل ايه تاني خالص وابدا احط النهايات. موري مورا مورا. كورير برضو نفس الكلام، كورير خد بالك انا يمكن احنا نلاحظ ان مورير شلت الاي وفي كورير برضه هشيل الاي، فبقول لك كورير بقت الشكل الصح بتاعها في المستقبل كور، بحولها لشكل تاني. في افعال زي فينير وتينير، تينير يمسك وفينير ياتي، ومشتقاتها بقى ايه اللي بيحصل شايفين بيتحول، يعني مثلا تينير تتحول الى تياندر قبل ما احط النهايات احولها للشكل ده الاول، وفينير برضه احولها الى فياندر سياتي، يبقى احولها برضه نفس الكلام كده وهكذا. يبقى ما ينفعش احط على فينير كده على طول، ما ينفعش احط على فينير كده على طول، لازم احوله الى كده فياندر وتينير تتحول الى تياندر وابدا احط الايه النهايات. في افعال تانية برضو شاذة خالص الافعال اللي عندي دي دلوقتي، زي فعل مثلا سافوار يتحول الى سور، سافوار يعني يعرف، يتحول الى سور وابدا احط النهايات. يبقى سوري سورا سورا سورون سوري سورون. برضه فيرب زي فيرب فوار يرى، ما ينفعش احط فوار كده واحط نهاية المستقبل ورا منه كده على طول، لا نتحول لفير الاول كده وابدا احط الايه النهايات. فولوار يبقى هنا مثلا جو فيري فيرا فيرا فيرون فيري فيرون، فولوار يعني يريد، يتحول لفودر وابدا احط النهايات برضه تمام. وفودري فودرا فودرا فودرون فودري فودرون. برضو بوفوار يعني يستطيع، يتحول الى بور الاول كده بالشكل ده وابدا احط النهايات بوري بورا بورا برون بوري برون. دي يبقى دي من ضمن الافعال الشاذة اللي عندي، فيرب سافوار يعرف، فوار يرى، فولوار يعني يريد، بوفوار معناها يستطيع. دول بيتحولوا لشكل تاني وقبل ما احط الايه النهايات. يمكن ده السؤال بقى اللي يجي في الامتحان ازاي، هنكتبه كده مع بعضنا اهو. متي ضع لفيرب الافعال تمام او فيتير في المستقبل سام البسيط، وابدا مثلا اديك مثال، مثال مثلا اقول لك دوما غدا il allait au club، هو هيروح النادي. يبقى غدا هو هيروح النادي. طبعا انت ركز خد بالك
ادي الفعل اللي ما بين قوسين دوت فيرب عليه، انا عايز احطه في المستقبل البسيط، مش هينفع يتحط كده على طول لان ده فعل من الافعال الشاذة، هيبقى ايل طبعا. هنا يتحول لايه؟ يتحول لاي ار الاول، وابدا احط النهايات ايه اللي يجي معاه، يبقى ايل ايرا اوكلب. طب مثال تاني، لو انا عندي فعل زي مثلا اقول دوما غدا، جو انا مثلا سور تير، انا هخرج مع زملائي مثلا، يبقى هنا سورتير هتبقى عامله زي ادي، مش فعل شاذ عادي خالص، يبقى سورتير زي ما هو كده. ايه اللي بيجي مع جو؟ اي، يبقى جو سورتير. برضو مثال تاني، اما اقول دون بعد تروا جور، 3 ايام، احنا هنوصل او احنا هنيجي، يبقى فيرب فينير اهوت بين قوسين اهو، فيرب فينير احنا هنيجي. برضو مش هينفع احط الفعل كده على طول، لا، لان ده فعل من الافعال الشاذة، لازم يتحول الاول لفيون، وابدا احط ايه النهايات، ايه اللي بيجي مع نو او ان اس، يبقى نو فيوندرون، يبقى ده فعل من الافعال الشاذة. ادي الطريقة اللي ممكن تيجي في الامتحان، ضع الافعال التالية فين؟ في المستقبل البسيط. على سبيل المثال دوما ال الي، يبقى هنا ال ايرا، قلنا فعل خد بالك من الافعال اللي هي الشاذه اللي بتحتاج تحويلها لشكل ايه تاني. جو سورتي، يبقى جو سورتي ري دون تروا جور، بعد 3 ايام نو فينير، لا مش هينفع، ده فعل الشاذه يتحول لفياندر، يبقى فياندرا. طيب الدرس اللي يمكن اتكلمنا فيه في ايام المحاضرات برضو، عندي الباس الامبارفي، الامبارفي اللي هو الماضي الناقص، ويتكون من ايه بقى؟ يعني الامبارفي بيتكون من ايه؟ طبعا يتكون من اجيب الفعل هصرفه في المضارع مع النو، وبعد كده نحذف الاو ان اس، وبعد كده نحط النهايات الماضي الماضي الايه الناقص او الماضي المستمر. ايه هي النهايات الخاصة بالماضي الناقص؟ طبعا انا بقول النهايات بتاعه الامبر في الماضي الناقص اي اس مع جو، اي اس مع تي، اي تي مع الاي والال والام، مع نو اي او ان اس، مع الفو اي او زد، مع الاي والال اي او ان تي. يبقى انا بصرف الفعل مع النو في المضارع وبحذف الاو ان اس واللي هي التصريف ونحط النهايه. طب مثال كده عشان نشوف الكلام ده يعني بالظبط كده. مثال ادي فيرب بارلي يعني يتحدث، الفعل ده بصرفه مع النو بقى بالشكل كده نو بارلو، بصرفه في المضارع، اتفضل لي هشيل النو والاو ان اس، فيفضل لي بارلي بالشكل ده، وابدا احط النهايات. يبقى عايز اقول كنت اتحدث، يبقى جو بارلي، تو بارلي، يبقى دي فيرب مجموعه اولى اهوت، صرفت الفعل مع النو في المضارع، شلت النو شلت الاو ان اس، وبدات احط النهايات. بارلي 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 بارليون بارلي بارلي. اهم شيء احفظ النهايات. ها مع جو تاني احط ايه؟ مع جو اي اس، ده نهايات الامبر في الماضي الناقص، مع تي اي اس، مع ال والال اي تي، يبقى اي اس اي اس اي تي، مع نو اي او ان اس، مع الفو اي او زد، مع ال والال اي او ان تي، ده اسمها نهايات ال امبر في الماضي الناقص. طب اجيب ازاي الفعل في الامبر في؟ بصرف الفعل مع النو واحط اشيل او ان اس والنو، بقت بره هبدا احط الهاء. شوازير، يبقى نو شوازيسون، برضو شيل النو واشيل او ان اس، طبعا ده مجموعه تانية. يبقى لازم اعرف الفعل بيتصرف في المضارع ازاي عشان اعرف اجيب بعد كده الامبر في، لان ديت المضارع ده المحطه الاولانيه اللي انا بشتغل عليها عشان اجيب الامبر في الماضي الناقص بعد كده. يبقى مع جو شوازي سي شوازي سي شوازي سي شوازي سيون شوازي سي شوازي سي، ده تصريف فعل مجموعه تانيه في الامبر في. نيجي على فعل من افعال المجموعه الثالثه زي سورتير، بقى نو نو سورتون نو سورتون، هشيل ال او ان اس وشيل النو طبعا، بقت سورت الموجودة عندي، وابدا احط النهايات اي اس مع جو وهكذا، يبقى جو سورتي 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 سورتيون سورتي سورتي. طب انا بستخدمه في ايه؟ بوصف شيء في الماضي، يعني ايه؟ كونت لي تي بيتي لوكا ايمي بوكو لي جاتو، طبعا
كونتيلي تي ده فيرب اتر، وده فيرب اتر يمكن هنتطرق نقول لا عندي افعال ما ينفعش اجيبها كده زي ما هي، هنشوف دلوقتي في الصفحات الجايه ان فيرب اتر من الافعال الشاذه لازم يتحول لشكل تاني عشان اجيب الامبرفي منه. لكن هنا عموما كونتيلي تي بيوتي لما كان صغير لوكا كان بيحب كتير الجاتو، يبقى هنا اي تي في الامبرفي وايمي في الامبرفي. ايمي كلنا عارفين ان الفعل ده فعل مجموعه اولى اخره اي ار، فصرفته مع النو وبعد كده شلت الاو ان اس وحطيت اي تي مع لوكا لانه بيساوي ايل ايل، فاقول لوكا ايمي بكل جاتو. يبقى ايه النهايه مع الايل؟ اي تي اي تي. عموما يستخدم الماضي الناقص لوصف شيء في الماضي لما كان صغير كان بيحب كتير الجاتو، او شيء معتاد الحدوث في الماضي كل يوم كان هو بيعمل الجاتو مع صديقته فلورانس. يبقى في زي ده فيرب ايه؟ فير. مجموعة تالتة صرفت الفعل مع نو بقى في زون، شلت ان اس وحطيت اي تي مع الايل والال. لو انا عندي حدثين متزامنين في الماضي ففي الحالة دي بحطهم في الامبار في موضوع كيلي ريجارد دي لا ريسات، لما كان يعني في الوقت اللي كان بيشوف فيه الريسات اللي هي الوصفة بتاعت الاكل، فلورانس كانت بريباري كان بتعمل او بتجهز الايه البط العجينه ديت. فهنا ريجاردي وبريباري حدثين متزامنين في نفس الوقت، يبقى اهم شيء اعرف ايه هي النهايات بتاعه الامبر في اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي زد اي ان تي، واستخدامات وصف في الماضي او شيء معتاد الحدوث في الماضي او حدثين متزامنين في الماضي، فبستخدم الامبر في اللي هو الماضي الناقص. طيب نيجي ندي امثله على سبيل المثال فعل مجموعه اولى ايمي يعني يحب اهوت، صرفت هنا فعل ايمي مع النو بقى نو زيمو وشلت الاو ان اس وبدات احط النهايات اهو نو زيمو بقى هنا اي اس اي اس وهكذا. فيرب فينير مجموعه تانية بقى مع نو فينيسون شلت الاو ان اس وحطيت النهايات. مجموعة ثالثة زي دورمير بقى مع النو بقى دورمون، وابدأ برضو ايه احط النهايات. انا ممكن اساعدكم اكتر ان انا احط الايه الفعل هنا مثلا ايمي، قلنا مجموعة اولى اهو ايمي صرفت مع النو بقى نوزيمون وبدأت احط اشيل الاو ان اس واحط النهايات. فعل مجموعة تانية زي فعل فينير برضو بقى نو فينيسون شلت الـ ONS طبعا بدأت أحط إيه النهايات. فعل مجموعة تالتة زي دورمير بقى هنا أدي الفعل اسمه دورمير، هبدأ أصرفه مع النو وأشيل الـ ONS وأبدأ أحط النهايات. برضو مجموعة تالتة آخرها RE، إحنا قلنا مجموعة تالتة فيها تلات نهايات يا إما RE يا إما ER يا إما OER. هنا على سبيل المثال ده فيرب زي فيرب فوندر يعني يبيع، فبقت فوندون وابدا احط الايه النهايات. يبقى اذا الزمن ده بيعتمد اساسا على المضارع الايه البسيط في التصريف. يبقى هنا جيمي ايمي ايمي اميون ايمي ايمي فينيسي 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 فينيسيون فينيسي فينيسي دورمي 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 دورميون دورمي دورمي فوندي 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 فونديون فوندي فوندي. طيب عندي افعال شاذة، في افعال شاذة مختلفة خد بالك. يعني انا عندي مثلا فيرب افوار ده شاذ افي 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 افيون افي افي ياخد الاف بس، حتى هو ما اعتبرش برضه شاذ لان لو احنا تصرفنا فعل افوار مع نو نو زافون فبناخد الاف بس ونحط النهايات. يبقى افوار يملك، يبقى كنت املك انت كنت تملك وهكذا. يبقى هنا افي اهيت وبدات احط الايه النهايات عليها خالص اي اس وهكذا اي اس. طب الفعل اللي هو شاذ خالص ومفيش يعني جدال على كده فيرب اتر، اتر يعني يكون، لان فعل اتر في المضارع مع نو سوم، فهنا لا ده شكل تاني خالص، انت بتجيب الاي تي كده من عندك كده وتبدا تحط الايه النهايات اي تي وتبدا تحط الايه تيرميني زون نهايات عندك اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي زد اي ان تي اي تي اي تي اي تي اتيون اتي اي تي. طيب ملاحظات هامه عندك، خد بالك لو انت عندك فعل مجموعه اولى اخره سي ار، خد بالك لانسي مثلا يعني يلقي نو لانسون
يبقى هنا بصرف الفعل معنوف في سيداي هنا، اللي هي الشرطه اللي هي تحت السي كده، دي بتبقى موجوده معايا مع كل النهايات ما عدا النو والفو. يعني شوف هنا مع النو والفو مش موجوده، لا هنا النو والفو هتلاقيها مش موجوده، هي موجوده مع كل الضمائر ما عدا النو والايه والفو، دي حاجه النطق. يبقى لونسي لونسي، لان لو شلت السيداي دي هقول لونكي، لا فانا محتاج اقول اس لونسي، لان طبعا في اللغه الفرنسيه ان السي تنطق اس امتى، تنطق اس كده امتى، لو بعديها خد بالك لو بعديها حرف من الحروف دهيت، لو عندي اي او اي او ايجريك انطق اس، غير كده انطق اس. فهنا اما يبص فيرب لونسي، اما اجي اصرفه هنا واشيل الاو ان اس زي هنا كده، انا محتاج احط ان هي لونسون، فمحتاج احط سي دي، لان هنا مفيش حرف من الحروف الثلاثه دول هنا قاعد السي، فحطيت سي دي تحت السي عشان انطقها اس. يبقى سي دي او سي تحت منها سي دي سي دي برضه سي دي كده، يبقى سي دي هنا تنطق اس. يبقى لو اي فيرب مجموعه اولى اخره سي ار هتحط سي دي كده قبل النهايات كلها ما عدا النو والايه والفو. برضه رقم اتنين لو في فيرب اخره جي ار مجموعه اولى برضه هتحط الاو كده اهوت قبل كل النهايات، يبقى نوم مونجو. شايفين انا بجيب الاو دي من عند زياده برضو لحاجه الايه النطق، قبل نحط ديت. وفي الامبر في انا محتاج الاو دي مع كله ما عدا برضو مع النو والفو، لان الجو تنطق جي لو جه وراها او او اي او اجريك، مع ذلك تنطق جي، فمحتاجها هنا بقول مونجيون. هنا مش محتاجه مع النو مع الفو مش محتاجه، لكن هنا محتاجه. يعني تخيل احنا شلنا هنا شلنا دي كده فاقول مونجي، فانا لازم يبقى عندي ايه هنا عشان انطقها مونجي، لان قلت هقول تاني ان جو تنطق جي كده تمام. طبعا التحويل الصوتي طبعا ده الرموز الصوتيه دي حاجه تانيه، لو جه وراها ايه او اي او يجريك مع ذلك تنطق جي. فهنا في المصدر بقول مونجي وهنا مونجون. هنا بقى لو شلت الاو اللي هي بالاحمر دي كده انطق كده هتنطق مونجون، فراحوا قايلين ايه لا حط او عشان انطقها مونجون حاجه النطق، لان هنا قلنا بعد الجو لازم تبقى وراء او او اي او كليك عشان انطقها جي. يبقى الفعل المنتهي بجي او ار هحط ايه او مع كل النهايات ما عدا النو والفو. انا مش محتاجه مع النو والفو ليه؟ لان هنا بعد الجو جي اي زي انا كاتبها بين قوسين اهو، فمش محتاج احط ايه خلاص فشلتها. في عندي افعال شاذه ثانيه، في عندي فعل زي فالوار يجب، وده ما بيصرفش الا مع الايل بقت فالي، وبلو فوار تمطر السماء برضو ما بيصرفش الا مع الايل فبلو في. السؤال في الامتحان كونجيغ لو فيرب ا لامبارفي اون شوازيسون لا فورم كوريكت، يعني صرف الفعل في الامبارفي اختار الشكل الصحيح. في 1994 اون 1994 جابيت ا تولوز، هنا ابيتي صرفت الفعل جات الشكل ده ازاي هقول لك اهو. صرفت الفعل مع النو بقت ايه بقت ا بي تو. طبعا احنا هنعمل ايه هنشيل طبعا النو وبعد كده نشيل الايه الاو ان اس فضل ابيت. طيب مين الفاعل جو، ايه النهايه اللي تيجي معاها ا اي اس، بقت ا بي تي فبقت بالشكل ده ا بي تي. طيب بوندون نوتر انفونس في طفولتنا او اثناء الطفوله نو جوي او تنس، يبقى نو جويون برضه جت ازاي، صرفنا الفعل مع النو ادي النو بقت جوان بنجو ده المضارع. هبدا بقى كده اروح شايل النو واشيل الاو ان اس وابدا احط النهايات ايه المعنو اي او ان اس. تلاتة اسكو تو فينير توجور ا دي جويتر، انت دايما بتخلص في الساعة 6 مساء، فطبعا صرفنا الفعل ده مع النو فبقى هنا بقت في ني سون في المضارع. هبدا اشيل النو طبعا اللي احنا اللي هو الضمير واشيل او ان اس اللي هي النهايه بتاعت المضارع فضل في نيس. مين الفاعل تي، ففي الحاله دي هحط ا اي اس.
وهكذا. فعل روندر بقى كان مع انه كان روندون، هشيل الاو ان اس ويبقى احط، هشيل طبعا بعد كده ايه النو اللي هو الضمير النو، والاو ان اس اهي هشيلها، فبقى بفضل لي روند ابدا احط النهايات مين اللي الفعل عندي قال. عليه ادي فيرب عليه ده اللي عليه الشغل، مش سوفون ده ضمير ده هنا عليه، هنصرفها هنا مع النو، بقت مع النو، بقت نو زالون، ده المضارع، ده اول خطوه انا بعملها. بعد كده اروح شايل النو واشيل الاو ان اس وابدا احط النهايات مين الفاعل فو بيتحط مع اي او زد. يبقى السؤال يجي في الامتحان كونجيك صرف الافعال الامبرفي في الامبرفي اون شوازيسون لا فورم كوريكت، اختار الايه الشكل الصحيح. طيب مثال تاني كومبليت الفراز يعني اكمل الجمل اون كونجيكون لفيرب وصرف الفعل الامبرفي في اتونسيون او كا بارتيكولييه دو فورماسيون. خد بالك الاشكال اللي هي بتبقى لها وضع خاص او لها حالات خاصه في التكوين او في التركيب، وهن زي ما احنا هنشوف افون يعني قبل كده ايل فواياجي كانوا بيسافروا كتير. طبعا فواياجي الفعل ده فعل مجموعه اولى، هو اصله كده فواياجي، تمام. طيب انا عملت ايه؟ صرفته مع النو. خد بالك ان الفعل ده قلنا في الملاحظات اللي هو اخره جي ار، فهصرفه مع النو يبقى او ان اس، ونزود الام عندنا هنا. طيب ابدا اشيل النو طبعا من او ان اس هشيلها، تمام، وابدا احط النهايات اللي هي مع ايل والال ايه ا اي او ان تي. اسك تي كوناتر سو شانتر، انت عارف المغني ده؟ ايوه كونيسي، تي كونيسي، صرفت الفعل مع نو بقى كونيسون، وبعد كده شلت الاو ان اس وحطيت ا اي اس. براندر طبعا مجموعه ثالثه، فهو في المضارع مع النو بيتعمل زي براندرون، برضو برونو اسف، هشيل الـ ONS فبرن وأبدأ أحط النهايات. ولير يقرأ رقم 4 يلير طول متى لجورنو، بيقرأ كل يوم كانوا بيقرأوا كل يوم الجرائد صباحا. يبقى ليزون في المضارع. طيب هشيل الـ ONS وأبدأ أشوف مين الفاعل إيل، الإيل هي النهاية أي إن تي، يبقى ليزا. افوار من الافعال الشاذه او عادي حتى لو صرفناها هنصرفوها مع النو بقى افون، هشيل من هنا الاو ان اس وابدا احط النهايات ايه مع جو اي اس. اكمل السؤال اللي هو الثاني، اكمل برضو الجمل اون كونجيجون مصرفا لفيرب الافعال الامبرفي، وخد بالك من الحالات اللي هي لها شكل خاص او تركيب خاص. افون يعني قبل كده، سابقا الى اتر فريمون بيتي كان صغير. طبعا فيرب اتر من الافعال الشاذه لازم نحوله الى اوتي كده الاول ونحط النهايات. يبقى هنا ده فعل شاذ اخد بالي منه قوي، لان مش هعرف اقول انه صم ونحط عليه النهايات، لا ده بيتحول لشكل تاني. رقم 2 اون افريك نو بوار بكو دو، يبقى هنا فيرب بوار يشرب مع نو في المضارع بيفون، تمام. هشيل طبعا الاو ان اس بفضل بيف وابدا احط النهايات مع نو اي او ان اس زي ما انتم شايفين هنا كده بقت بيفيون. ايمي ايمون هشيل الاو ان اس ونحط اي ان تي من ايل زمام كانوا بيحبوا، هنا اثناء طفولتهم كانوا بيحبوا البونبون، هنا الفاعل من ايل اي ان تي. اسكو تو فير دو سبور ريغليارمون، بتمارس الرياضه بانتظام، يبقى فعل فير هنبقى مع نو فيزون، وهنشيل الايه الاو ان اس زي ما اتفقنا، فيفضل لي فيس كده او هنحط الايه النهايه. وسافوار يعني يعرف، اسكو فو سافي او سافوار بارلي فرونسي، انت بتعرف تتكلموا فرنساوي او هل كنتم تعرفون ان تتحدثون اللغه الفرنسيه؟ طبعا انا سافوار مع نو سافون، هنبدا نشيل الاو ان اس ونحط الايه النهايات. ده يمكن الدرس الثالث
الدرس بقى الرابع والمهم برضو عندي، المبني للمعلوم، المبني المجهول، اسمه فوا اكتيف فوا باسيف، وانا هقراه بسرعه لان هو يعني الجزء ده للمتخصصين اكتر في الشرح التفصيلي، فانا هنجز فيه شويه. اما اقول هنا الجمله المبني المعلوم للبروفيسور اكسبليك لا ليسون، فوا هنا اكتيف، لا ليسون اتكسبليكي بار للبروفيسور، هنا الفوا باسيف المبني المجهول. ازاي احول الجمله من مبني معلوم لمبني مجهول؟ لازم يكون عندي شرط اساسي، اللي انا الجمله اللي قدام مني يكون فيها المفعول اللي هو لا ليسون يكون مباشر، يعني مفيش قبل منه حرف جر. فطب طريقه التحويل بقى ازاي؟ اللي انت بتخلي المفعول اللي هو لا ليسون ده بتخليه فاعل في الجمله، هنا اهو بقى فاعل، والفاعل اللي في جمله المعلوم زي البروفيسور يبقى مفعول هنا اهوت مسبوق ببقر. لحد كده الامور سهله. نيجي بقى نجيب فعل اتر من عندنا. طب هنا مضارع، يبقى نحط فعل اتر في المضارع مع الفعل الجديد. واكسبليكي بقى اكسبليكي، هنجيب منها اسم حاجه اسمها اسم المفعول. تمام. رابع خطوه والاخيره اللي انا احط اللي هي الايه الخطوه دي، انا احط الايه التبعيه اذا لزم الامر. عند مفرد مؤنث احط ا جمع مذكر اس جمع مؤنث او اس. تمام. ايه يبقى هنا هنشرح او هنقول طريقه تحويل الجمله من المبني للمعلوم للمبني للايه للمجهول. الخطوات اللي عندي هتبقى اكتب بالنسبه ل طريقه تحويل الجمله من المبني المعلوم للمبني المجهول، ان قلنا مفعول جمله المعلوم يصبح فاعل جمله المجهول، يعني ده المفعول اهو يبقى فاعل، ده رقم واحد. تاني حاجه فاعل جمله المعلوم يصبح مفعول جمله المجهول مسبوق غالبا ببار، يعني هنا البروفيسور هنا هو فاعل في الجمله اهو، هيبقى هنا بار البروفيسور بنسموها احنا باللغه الفرنسيه كومبليمون داجون، يعني مفعول المجهول. ثالث خطوه بنجيب فعل اتر من عندنا في نفس زمن الجمله او جمله المعلومه عندنا مع الفعل الجديد، يعني هنا فيرب اكسبليكي او في المضارع، فهنجيب فعل اتر هنا اهوت في المضارع مع ليسون اللي هو بقى فعل جديد. رابع خطوه بجيب اسم مفعول من فعل الجمله جمله المعلوم. هنا فين الفعل اللي هنا اكسبليك، الاسم مفعول منه ازاي؟ هو طبعا مجموعه اولى، فبيبقى اكسبليكي، بشيل الار من المصدر، براجع على الفعل المصدره الاول، فبيبقى اكسبليكي اخره ار، بشيل الار واحط هنا تبعيه بقى في الاخر، اخر خطوه احط تبعيه لازم الامر هنا. طبعا هنا اكسبليكي قلنا ازاي، يعني مثلا الفعل مثلا ايه هو كده في المصدر. طب ده فعل مجموعه اولى، اجيب منه اسم مفعول ازاي؟ بشيل الار كده واحط عليه هنا اكس واحد كده، كده انا جبت منه اسم مفعول. طب امال ايه الزياده دي؟ دي حاجه بيسموها الاكار التبعيه في اللغه الفرنسيه، ده بتتحط لو انا عندي مفرد مؤنث بحط ايه، عندي جمع مذكر احط اس، جمع مؤنث او اس، يبقى لا ليسون اتكسبليكي بار لو بروفيسور. نضع تبعيه بقى الاسم مفعول اذا لازم الامر، هنا اضطرينا ان احنا نحط ايه، ليه؟ لان الفاعل عندي ايه مؤنث، مفرد مؤنث، فحطيت الايه لو كان مذكر كنا جمع مذكر كنا حطينا اس، لو كان جمع مؤنث كنا حطينا اس. يبقى ده اختصار اللي هو ازاي بخلي الجمله من معلوم لمجهول. نقول تاني، المفعول بيبقى فاعل، لا ليسون بقت هنا، لا ليسون هنا مفعول الجمله اهو، ولازم يكون المفعول هنا مباشر، والفاعل بيبقى مفعول مسبوق ببار. بعد كده بجيب فعل اتر من عندي، وبعد كده بجيب اسم المفعول واحط تبعيه اذا لزم الايه الامر. هنا الفورم اكتيف والفورم باسيف، مثال هو التوضيح اكتر يا شباب علشان تعرفوا ازاي اجيب الـ 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 الجمله من مبني المعلوم اخليها مبني المجهول. ليز انفون الاطفال، رامس بيلموا لفروي الفاكهه او بيجمعوا الفاكهه. هنا الفاعل هنا ليز انفون، ورامس الفعل، والفروي ده كومبليمون دوبجي ديركت يعني مفعول مباشر، لازم يبقى مفعول مباشر عشان اقدر اجيب منه المبني المجهول. اول حاجه نخلي لفروي بقت في الاول، واللي زونفو بقت في الاخر مسبوق ابار، ونقول عليها كومبليمون داجون. وبعد كده اجيب فيرب اتر من عندي، اول هو الاخضر ده بجيبه من عندي مع الفعل الجديد. طبعا فاكهه في اللغه الفرنسيه جمع مذكر بتساوي طبعا ايل، فعل اتر اهو في المضارع، لان يعني طبعا ده مضارع، فهتبقى دي مضارع، ايل برضه تبقى سون. ورامسي هنا ده الفعل، ها في الاصل اصله كده، فالفعل ده كان اصله كده رامسي، كده المصدر بتاعه مجموعه اول. فبشيل ها
بشيل الار عشان اجيب بقى اسم المفعول، واحط اكسون هنا زي الشكل ده، واحط ايه طبعا تبعي ان فاكهه وجمع ومذكر في اللغه الفرنسيه، فبحط هنا اس بالاخضر يعني. يبقى تاني بقول ازاي اجيب الجمله احولها من معلوم لمجهول، بخلي هنا المفعول هنا فاعل والفاعل المفعول مسبوق بفار اهوت، وبجيب فعل اتر من عندي ده اجيبه صور رمائي، واحط هنا الفعل الموجود عندي اجيبه في اسم المفعول زي ما انا قلت لكم من شويه على الطريقه ازاي. بشيل هنا لو مجموعه اولى بشيل الار واحط اكسون تيجي، وبعد كده هحط اخر حاجه هي بالاخضر ده هي الاس اللي هي الايه التبعيه اذا لزم الايه الامر، طبعا هنا جمع مذكر فهحط اس. امثله تانية، بصوا هنا بير ديكروشيرا للتليفون يعني بيفصل او بيضع السماعه بتاعت التليفون، هنا فيتور برو سامبل هنا مستقبل بسيط، فانا محتاج اخلي الجمله دي في المبني للمجهول في الفوا باسيف، بقول للتليفون هنا بخليها هنا تليفون و بار بير في الاخر، بير هيبقى بار بير، واجيب فعل اتر مع التليفون بقت سيرا، وبعد كده اجيب اسم المفعول ديكروشيه واشوف محتاج تبعيه لا لان ده مفرد مذكر. تاني مثال لو جوندارم ادوني اعطى ان اموند غرامه للشوفير، هنا هبدا بالاموند ان ده هي المفعول المباشر اللي عندي فهيبقى اموند الغرامه، وجوندارم رجل المرور هيبقى هنا بار لو جوندارم، واجيب فعل اتر هنا ماضي مركب فهيبقى فعل اتر ايه اي تي زي ما احنا شايفين كده، ودوني اسم المفعول طبعا موجود عندي اصلا جاهز فوق شكرا عشان هو اصلا الجمله هنا ماضي مركب، فاجيب فعل اتر في الماضي المركب. هنا الفعل هنا فين؟ في المستقبل، يبقى احط فعل اتر في المستقبل، واسم مفعول اهو بجيبه من عندي او بجيبه من الفعل اللي موجود عندي فوق، وهنا برضو اسم مفعول بجيبه من الفعل اللي عندي فوق، فبقول ان اموند معناها غرامه اي تي دوني اعطيت بار لو جوندارم بواسطه رجل المرور وشوفير للسائق. طيب لو عندي هنا مثال ثلاثه لليون ابي مونجي، هنا الاسد اكل الغزاله، طبعا انا بلوس كوبارفي ماضي تام مع قسم الانجليزي، برضو مش هندي امثله صعبه او كده او مش هندي يعني ازمنه صعبه لان انتم مش متخصصين يا شباب، فبقول غزال للغزاله هنا في الاول غزال وافيتي تي مونجي بارلو اليوم، اللي حابب يعني يقرا الامثله امبار في احنا خدناه يعني رونالدو ماركي امبي يعني رونالدو احرز هدف، طبعا هنا الجمله هنا امبار في اهي النهايات اللي احنا قلناها في الدرس من شويه اللي فات، يبقى هنبدا بالمفعول اللي يبقى فاعل امبي ورونالدو اللي هو فاعل هيبقى مفعول يبقى بار رونالدو، هجيب فعل اتر من عندي اي تي اللي هو امبار في مع الايل والال، وبعد كده اسم مفعول ماركي، وطبعا انا مش محتاج تبعيه هنا عشان هنا ده مفرد مذكر. المثال الخامسه رقم خمسه في تشير سام مستقبل بسيط، هنا الفوتوغراف المصورين سوي فرانس هيتبعوا ساتكتر هيمشوا وراء او هيتبعوا هذا الايه الممثل، هنبدا الجمله نخليها ازاي في مبني المجهول، هنخلي ساتكتر في الاول وبعد كده بار لو فوتير في الفوتوغراف في الاخر، وبعد كده هنا نجيب فعل اتر يبقى سيرا لان هنا مستقبل سويفرون هنا وده اسم المفعول سويفي ومش محتاج تبعيه عشان الممثل مذكر مفرد مذكر. هنا جون ايكري سات لتر كتب هذا الخطاب، برضو بقول ان سات لتر هتخليها فاعل وجون هخليها في الاخر بار جون، وايكري يبقى اي تي، وطبعا اسم مفعول موجود عنده اهو بس انا طبعا هزود الايه التبعيه هنا ايكريت لان هنا الفاعل بقى مؤنث مفرد مؤنث فمحتاج احط هنا ايه تبعيه، يبقى سات لتر هذا الخطاب اي تي ايكريت كتب بار جون بواسطه جون. سبعه اعتقد يعني ده ماضي بسيط مش عليكم يا شباب، طبعا قسم اللغه الانجليزيه لا مش عليكم، لو لا سونريد تليفون معناها رنت التليفون ريفيا مي بارون معناها ايقظت والدي، هنا بس سامبل مي بارون فور ريفيي بار لا سونري دي تليفون، طبعا ده الطلبه اللي هم يعني متخصصين اكتر هيهمهم الامر ده اللي هو ازاي يعرف فعل اتر في زمان الباسي سامبل، وبنصح طبعا الطلبه اللي هم بيدرسوا فرنسي عموما ان لازم تصريف فعل اتر وفعل افوار من الافعال الاساسيه اللي لازم تحفظوا في جميع الازمنه. أمثلة تانية مثلا هنا مثال شامل إن هو هيبقى جملة واحدة بس متصرفة في كذا زمن، على سبيل المثال لو بيشخون اللي هو الحطاب كوب يقطع سد برونش هذا الفرع من فروع الشجرة،
هنا الزمن هنا كوب هنا في المضارع، فبقول set branch، هبدأ بقى في عملية التحويل ان هخلي المفعول دوت set branch هخليه فاعل، وبشرون هخليها مفعول مجهول بار لو بشرون هحط لها بار. إيه طبعا فعل اثر هخليه هنا في المضارع ايه، وهنا كوبي اسم مفعول يبقى سات برونش اي كوبي بار لو بيشرون. اتنين لو بيشرون كوبرا سات برونش، هنا في تير سامبل هنا هنقول ايه سات برونش سيرا كوبي فيرب. شفتوا بقى هنا فيرب اثر بدأ يتغير، هنا اي كوبي هنا سيرا كوبي، لان ده فوق رقم واحد مضارع، رقم اتنين هنا مستقبل، سيرا كوبي بار لو بيشرون. تلاتة لو بيشرو كو بي سات برونش ان بارفي، ده ماضي ايه ناقص. شوفوا هنا بقى فعل قتل هيبقى عامل ازاي، سات برونش اتي كو بي بار لو بيشرو. اربعة لو بيشرو اكو بي سات برونش، هنا بص كومبوزي ماضي مركب، هنبص برضو تاني هنلاقي هنا ايه سات برونش اتي كو بي بار لو بيشرو. لاحظ ها اي كو بي سيرا كو بي اتي كو بي اتي كو بي، يعني الفرع تم قطعه بواسطة الحطب. البلوس كوبارفي الماضي التام يعني مش على قسم اللغة الإنجليزية، يعني مش كنتش مكرره عليكم يا جماعة، بس هو اللي عايز يعرف يا مولانا لو بيشرو افي كوبي كان قد قطع سات برونش هذا الفرع سات برونش افي تي تي كوبي بار لو بيشرو. نمرو سيس رقم ستة لو بيشرو كوبا سات برونش، بس سامبل يبقى سات برونش في كوبي بار لو بيشرو. يبقى رقم خمسة ورقم ستة اعتقد ما يهموش قسم اللغة الإنجليزية قوي، يبقى هنا خمسة ده الماضي التام وستة اللي هو الماضي البسيط. ملاحظات هامة، يعني بعض الشباب يعني يحب يتعمق في اللغة الفرنسية شوية أو في الجرامير بتاع اللغة الفرنسية، النوت اللي هي رقم واحد أو الريمارك، هنا من الأفضل عدم استخدام مبني مجهول إذا كان مفعول المجهول ضمير شخصي. يعني أقول جو ريبار لا فواتير، دي أفضل من لا فواتير إي ريبار ريبار موا. الملحوظة الثانية ما تقولش جيتي دو موندي دو سورتير بار لو بروفيسور، يعني تم يعني طلب مني أن أخرج، لكن أقول إيه المدرس طلب مني للبروفيسور ما دو موندي دو سورتي، أفضل تقولها كده. ما تقولش برضو جيتي أوفير أن كادو، عرض علي هدية، لكن أقول إيه أم أوفير أن كادو كده أفضل في الشكل. الملحوظة الثالثة ما يجيش المبني للمجهول إلا من مفعول مباشر، يعني هنا كده مول سيسيل أكخي إن لاتر أبول، هنا لاتر هنا إيه مباشرة فيجي منها عادي، اقول ان لاترا ايتي اكريت بار سيسيل ابول، يعني خطاب اتكتب بواسطه سيسيل ابول. لكن لما اقول خد بالك هنا اتونسيون تابي، خد بالك بير ا تليفوني اجاك، يعني هنا بير اتصل بجاك، هنا المفعول هنا ايه غير مباشر، فهنا يبقى هنا من الاستحاله اللي احنا هنخليها بالاحمر كده، هنا غير مباشر فهنا التحويل هنا مستحيل. فلان هنا جاك هنا سي او اي يعني مفعول كومبليمون دوبجي انديراكت مفعول غير مباشر. يبقى لو انا عندي مفعول غير مباشر مش هينفع اجيب اعمل عمليه التحويل اللي هو الايه المبني للمجهول. الملحوظه الرابعه لا تاتي الافعال المتعديه للمفعول غير المباشر، لسه قايلها اهوت، يعني هنا لو انا عندي هنا مفعول غير مباشر زي كده امونامي جيكري امونامي، انا بكتب لصديقي، مش هينفع اعمل تحويل هنا. لكن في ثلاث افعال في اللغه الفرنسيه شاذين بيجي وراهم مفعول غير مباشر وبيتم معاهم التحويل للمبني للمجهول، ودي حالات شاذة اللي هو فيرب اوبير يطيع وديزوبير يعني يعصي، وبرضه ني يعفو لي زيليف اوبيس اوب اوب اوبيس باردون الير بروفيسور. يبقى هنا لو بروفيسور اتي اوبي بار لي زيليف، هنا المفعول هنا اهو غير مباشر اهو، يعني في الاساس زي ما احنا قلنا ما ينفعش، لكن هنا دول كا ريجليه حالات شاذة اكسبسيونيل هنا يعني حالات استثنائيه، ففي الحاله دي بقول لي ليزيليف او بي سالير بروفيسور، في يعني طالما عندي فيرب هنا ايه اوبير مجموعه تانية، عموما هنا بعد ثلاث افعال دول يتم التحويل حتى لو ورا منهم مفعول غير ايه مباشر. لو ملحوظه الخامسه الظرف، لو انا عندي ظرف يتحط ما بين المساعد وما بين ايه اسم المفعول، اوكسيليير يعني مساعد وبارتيسيب بس يعني اسم مفعول. ان اورانج برتقانه سيرا بيانتو مونجي بار ابراهيم، يبقى انا ستؤكل قريبا قريبا، ده ظرف فيتحط ما بين المساعد وبين اسم مفعول. لو انا عندي في الملحوظه السادسه الاون ما يبقاش عندي بار، يعني ما فيش بار اون، مش هنستخدم مفعول مجهول اللي هو كومبليمون داجون، اون بريبار لو ديجيني يبقى لو ديجيني اي بريباري، ما اقولش بار اون، يعني انا قلت بار اون كده غلط كده غلط، فامسح لان ده غلط ما عنديش بار اون. يبقى هنا لو انا الفاعل اون ما احطش بار اون.
ايه ملحوظة سبعة، لا تأتي الأفعال الضمائرية في المبني المجهول. لو أنا عندي فعل ذو ضمائرين زي قلت سو كوشي ينام، سو لافي يغتسل، سو برومينيه يتنزه، هنا ما ينفعش، ما فيش هنا مبني المجهول. لي زامي سو برومين، لي زونفون سو ديسبيت طول التون، هنا لي زونفون سو ديسبيت طول التون، الأطفال يتشاجروا طول الوقت، يبقى هنا إيه فعل ذو ضمائرين، فمش هينفع أجيب من الجملة دي مبني للمجهول اللي هو الفوا باسيف. لا تخلط ما بين المجهول المبني المجهول افعال المصرفه مع مساعد اتر اللي هي في الازمنه المركبه، اللي هي يعني ما تخلطش بين المجهول والايه معلوم. لو فولير ايتر تبر لا بوليس، الحرامي اتقبض عليه بواسطه البوليس، هنا مبني للمجهول. لكن امول لو فولير اي باسي بار لو توا، الحرامي هنا مر او عدى عن يعني بواسطه السقف من على السقف كده، يبقى هنا فوا اكتيف هنا ماضي، هنا مبني للمعلوم. ليه؟ لان ده من الافعال اللي هي بتاخد المساعد ايه اتر، فهنا مش هقدر اقول هنا مبني المجهول، لا ده هنا مبني للمعلوم. برضو نفس الكلام اميره ايفيني، اميره جت الساعه 8، هنا مبني معلوم لان ده من الافعال اللي بتاخد ايه مساعد اتر في الازمنه المركبه او في الماضي المركب عموما يعني. لكن هنا امول اميره اتش وي قتلت بار انكوني بواسطه مجهول، واحد مجهول قتلها، فهنا اقول ايه الفوا هنا باسيف. ملحوظه التاسعه، في حاجه اسمها افعال الحاله ما يجيش منها مبني المجهول، اللي هي زي فعل اتر وسومبلي وديفينير، يبدو ويصبح. لو انا لقيت فعل من افعال الحاله زي دي هنا كده، الحاله هي اللي في سون شارمونت، البنات دول جميلات، فهنا ما ينفعش اجيب هنا مبني للمجهول. لو لقيت عندي الفعل افوار او بوفوار او فير زائد المصدر، ما فيش عندي مبني للمجهول. مونبر اي ان فيلا، ابي عنده فيلا، ما ينفعش هنا الجمله دي احطها مبني للمجهول. سو شيرورجيان، هذا جراح يفعل المستحيل او يستطيع يعمل المستحيل، برضو مش هقدر استخدم عشان مبني المجهول عشان عندي هنا بوفوار. فعل ثالث او الفعل هنا فير زائد المصدر، الفي دي تروي لومير، هو كسر الجدار، برضو مش هقدر اجيب عشان عندي هنا فعل فير زائد الايه المصدر، فمش هقدر اجيب مبني للمجهول. امثله مع جميع الازمنه بقى، يعني اخر امثله كده. امول ان اورانج اي مونجي بار ابراهيم، هنا مضارع، الجمله اصلها ابراهيم مونج اين اورانج. فيتشر سامبل ان اورانج سيرا مونجي بار ابراهيم، يبقى كان الجمله اصلها ابراهيم مونجرا را مونجرا ان اورانج. فيتير اونتريير، طبعا جماعه الانجليزي مش هيهمهم الا يمكن بريزون مضارع، والفتير المستقبل، والباس كومبوزي ماضي مركب، ان اورانج اي تي مونجي بار ابراهيم، والامبر في الماضي الناقص ان اورانج اي تي مونجي بار ابراهيم. اللي عايز يقرا بقيه الامثله ممكن يوقف الفيديو كده شويه ويقرا بلوس كوبارفي الماضي التام ان اورانج افيت تي مونجي بار ابراهيم، او باسي سامبل ان اورانج في مونجي بار ابراهيم، او الباسي اونتيرير ان اورانج او تي مونجي بار ابراهيم. يعني لازم نكمل الفيديو للاخر، لان هتشوف فيه حل للتمارين اللي هي خاصه بالمنهج اللي عندنا. طبعا ده بقيه التمارين، كونديشنال مضارع شرطي سبجونكتيف. لو انا عندي فعل مستقبل قريب يجي ازاي؟ اقول ابراهيم فا مونجي ان اورانج، تيجي ازاي؟ ان اورانج فا اتر مونجي بار ابراهيم. لو باسي ريسون، ان اورانج فيان داتر مونجي بار ابراهيم، اقول ابراهيم فيان دو مونجي ان اورانج، يبقى ان اورانج فيان داتر مونجي بار ابراهيم. ده الماضي الحديث وده المستقبل القريب. طبعا الجماعه اللي هم بقى متخصصين ممكن يعني بيقول لك امتى هستخدم المبني المجهول، يفضل استخدام المبني المجهول عندما نريد تسليط الضوء على الفاعل. يعني الفواتير اي بريباري بار لو ميكانيسيا، هنا اللي يهمني هنا الفواتير عشان هي الفاعل، ميكانيسيا ريبار لا فواتير، هنا اللي يهمني الميكانيسيا عشان هو الفاعل، لما احب اسلط الضوء بقى على الفواتير فبخليها مبني المجهول. طبعا ده كلام للمتخصصين اكتر، هنفوته كده بسرعه. التركيز على نتائج الحدث، ميزون ايري مثلا ريبانت اون بلو، المنزل تم دهانه باللون الازرق، ده مين التركيز عليه؟ هو المنزل، فما يهمنيش امبورت باركي، ما يهمنيش بواسطه مين، يبقى ده يعني للمتخصصين اكتر، فهنفوت الكلام ده. امتى احط بار وامتى احط ده؟ فاما اقول بار كذا في الاخر مثلا، اقول ايه ابراهيم مونج ان اورانج
ابراهيم اكل تفاحه فبقول ان او برتقانه فبقول ايه برتقاله بقول ابراهيم مانج ان اورانج فبقول ان اورانج ايه مانجي بار ابراهيم. في الحاله دي استخدمت بار في الاخر، لكن في حالات انا ما بستخدمش بار في الاخر لكن بستخدم ده. طبعا في حاجه اسمها افعال الوصف، اترك كومبانيه مصطحب بي كومبوزي مكون من كوفير مغطى بي دكوري مزين بي انتري انتوري معناها محاط بي في معمول بي جارني مزين بي اورني وهكذا. دي اسمها افعال وصفيه ديسكريبسيون فيرب ديسكريبسيون. اقول هذا المنزل او منزلي اي انتوري محاط بسور دامير او بجدار. ce puzzle est composé de 100 pièces. البازل ده مكون من 100 قطعه. فانا استخدمت ده هنا بدلا من بار عشان ديت اسمها افعال وصفيه، ونفس الكلام برضو المثال الاولاني. في افعال الشعور بقى يعني ديسي محبط ادميري معجب ايمي محبوب ادوري معشوق استيمي محبوب اي معناه مكروه وهكذا. فبستخدم في الحاله دي بستخدم دو ما بستخدمش بار في اخر الجمله. اقول له جو سوي دي سي انا محبط من دو مون شيك ايشيك من الفشل بتاعي. سو بروفيسور اي تي مي دو تو هان لي زيليف يعني هذا المدرس ماله يعني ايه محبوب من كل التلاميذ. طبعا هنفوت بقى الكلام ده لغير متخصصين. بعض الافعال تاتي بمعنى الحقيقي تاخد بار والمعنى المجازي ياخد ده. طبعا ده انا هوقف الفيديو كده اللي هم الغير ايه اللي هم المتخصصين، لكن قسم انجليزي ما اعتقدش ده يهمهم قوي فهنفوت برضو هنفوت الكلام ده. تمام. طرق اخرى للتعبير عن المبني للمجهول برضو مش هيهم قسم انجليزي قوي، بس برضو اللي عايز يتابع لو انا عندي فعل ضميري في افعال ضمريه ذو معنى مجهول لو تي سو بوا شو لو برودوي سوفون دو فاسيلمون. طبعا هنا دي طرق اخرى للتعبير عن المجهول ما تهمش قسم انجليزي قوي. وبرضه هنا فير زائد المصدر ما تهمش قسم انجليزي. وبرضه سفير او سوليسي زائد المصدر برضه ما اعتقدش ان هي تهم قسم ايه انجليزي فهنفوتها. برضه هنا الطريقة الرابعة أو المبني المجهول اللاشخصي أون. أحيانا في بعض الأفعال في اللغة الفرنسية يتم استخدامها للتعبير عن المجهول برضه مش هتهم قسم إنجليزي. أمثلة يا شباب طلاب القسم اللغة الإنجليزية خدوا بالكم هنا إكزرسيس هنا فوا أكتيف والفوا باسيف. ترانسفورم معناها حول سفراز الجمل دي لفوا باسيف واستخدم ال يعني لو ميم تون فيربو كو سو تريزي الاكتيف يعني استخدم نفس الافعال اللي هي او الازمنه اللي موجوده في جمله المعلوم. يعني لو جبت لكم في الامتحان اجيبها لكم بصوره مبسطه كده هقول لك ها على سبيل المثال اقول لك ثواني يا شباب بس الترقيم عشان الامور تبقى سهله بالنسبه لكم. يعني هنا مثلا بقول ايه المثال الاولاني بقول جولي لستوار اوت انا اقرا القصه بصوت عالي. يبقى لستوار القصه اي لو افوا اوت طبعا ده فيرب لير لير مجموعة ثالثة اسم المفعول منه هوت لي. انا عملت الخطوات ازاي جبت استوار في الاول وهنا يعني جو تجاهلتها ممكن اقول بار موا مش مشكلة في الاخر، لكن هنا قلت اي لو افوا اوت هنا مضارع فجبت فعل اتى في المضارع وجبت اسم المفعول وحطيت بقى عشان استوار القصة دي مؤنثة فحطيتها في الاخر. اتنين لونفون اتروفي ان بالون ان بالون هنا مذكر فهخليها هنا هنا طبعا ديت المفعول دي هتبقى فاعل يبقى ان بالون والانفون هيبقى بار لونفون في الاخر. ونجيب هنا فيرب اتر في الماضي المركب عشان هنا ده ماضي مركب يبقى اي تي وتروفي هنا. رقم او التمرين اللي بعد كده رقم ثلاثة فيليب لويك مانجي لو جاتو هنا ان بارفي يبقى لو جاتو اي تي مانجي بار فيليب إلويك.
رقم او التمرين اللي بعد او الجمله اللي بعد كده عندي بول سي جران بارون افيك كونستروي انشاء ميزون هنا بلوس كوارفي ماضي تام مش عليكم البلوس كوارفي فهنعديها. مي فوازان الجيران هنا الجملة رقم 5 بقى نصلحها فون اروزي مي بلانت هي يعني هيرشوا النبات عندي يبقى النبات هنبدأ بيه الجملة. وطبعا هنا في تير بروش مستقبل قريب يبقى فون تاتر طبعا فعل اتر يجي في المصدر ليه عشان في فعل قبل منه يبقى فون جبنا فيرب عليه لان هنا مستقبل قريب فوق اهو هنا بقى مستقبل قريب برضو وهنا اتر وبعد كده اروزي جبنا اسم مفعول منها وحطيت التبعية اس عشان بلانت هنا ايه جمع مؤنث. في امثلة تانية عندكم اهيت طبعا هنا في المثال ده حول الجمل الى الاكتيف المعلوم الى جمل باسيف مجهول افون قبل ذلك او سابقا اون فري لي سورسيير كان يتم حرق الساحرات هنا سورسيير بقت الفاعل وهنا ايتي طبعا امبارفي هنا امبارفي اوبري لي اسم مفعول وحطيت هنا او اس تبعية علشان عندي هنا ايه السورسيير الساحرات جمع مؤنث. ما مير ابري باري ان ديليسيو تاجين هنا ديليسيو تاجين هنا في الاول وبار ما مير في الاخر اهيت واحط هنا فيرب اتر اي تي وبري باري موجوده عندي عشان الجمله هنا ماضي مركب. طبعا انا هوقف لكم الفيديو شويه اللي عايز ايه يعني يتابع الجمل ويشوف التمارين هو الحل بالازرق اهوت عشان يساعدكم عليها. نيجي بعد كده انت ممكن توقف الفيديو من عندك بعد كده ادي جمل تانية برضه اهيت لانفو ا مانجي دي غاليت دي غاليت اون تيتي مانجي بار لانفو ليكول اورغانيزيرا مثلا تانية اهيت المدرسة هتنظم رحلة يبقى رحلة ستنظم بواسطة المدرسة لروا برونسيرا اندسكور يبقى اندسكور سيرا برونسي بار لروا ليليف ريسيت لو بوام الطالب يعني يلقي الشعر يبقى الشعر يلقي او يلقى بواسطة الايه التلميذ وهكذا. المدير ابيني عقب راشد يبقى راشد ايتي بيني عقب بار لدريكتير لو بيشرون الحطاب كوب لزارب يعني قطع الشجر يبقى لزارب سون كوبي بار لو بيشرون. طبعا وقف الايه الفيديو على التمارين ديت وتدرب مره واتنين وتلاته. طيب هنا كده بقى يا شباب هنخش بقى في المهم قوي المنهج بقى اللي احنا خدناه مع بعضنا طوال الترم. نفتح مع بعضنا صفحه 3 ونشوف التمرين والحل بتاعه وانا معاكم واحده واحده اهوت. فاخد بالكم عشان ده مهم معانا بعضنا وان الامتحان طبعا جزء كبير من الامتحان هيطلع من الجزئيه ديت. وارجو ان انتم ما تملوش من الفيديو، الفيديو ممكن تسمعه على اكتر من يوم مش يوم واحد لان طبعا ده يعني يحتوي على منهج الترم كله مش يعني مش محاضره واحده، ده كل الايه الترم عندك هتتابع انت واحده واحده يعني على كذا فتره. طبعا الفيديو هيبقى عندك تابعه وشوف كده المنهج اول باول وانا معاك اهو. افتح صفحه 3 معانا ونشوف التمرين ده. تمام يا شباب صفحه 3 ان شاء الله باج تروا صفحة 3 احنا يمكن التمرين اللي هو اسمه تروفي لو فيمينا اللي هو 2A طبعا 2A اكزامبل طبعا بير تروفي لو فيمينا معناها هات المؤنث. مثال بير المؤنث بتاعها مير ام ماري زوج ان ابوز ام فرير طبعا ماري يعني زوج هنا ابوز زوجة فرير اخ يبقى المؤنث بتاعها انسير كوزا ابن العم ان كوزين بنت العم ان انكل عم او خال طانت ان طانت عم او خالة نيفو ابن الاخ نياس بنت الاخ او بنت الاخت جران بير جد ان جرامر جدة وخد بالك جرامر بتتأنس في كلمة جرامر.
طيب اجي اشوف التمرين اللي بعد كده في نفس الصفحة، روبي تروفي ماسكولان، اوجد المذكر اكزامبل، طبعا انسير اخت بقت ام فرير، عندي ان في بنت ان جارسون، اتنين ان بتيت في حفيدة، ان بتي فيس حفيد، ان تانت ان انكل، ان بالمير حما، ان بو بير الحماية، جران مير ان جران مير جدة، جران بير ان فام امرأة، ان ام رجل. يبقى ده التمرين يا جماعة صفحة 3 والحل بتاعه، يعني ركزوا عشان طبعا هيجي ما بين السطور طبعا الامتحان. صفحة 7 باج 7 تمرين رقم 10، كاس كون في اسيزاج دو لافي، بنعمل ايه في الاعمار دي من الحياة، كاس كون في اسيزاج دو لافي، كومبليتي لو تابلو بار لو فيرب دوني، هتكمل الجدول اللي قدامك ده بالافعال اللي قدامك او الجمل اللي قدامك، بليزير سوليسيون سون بوسيبل، ممكن اكتر من حل، يعني هنا في الجدول عندك اج دو لافي يعني العمر، العمر اللي هو الانفونس الطفوله او مراحل الحياه، يعني ادولسونس جينيس اج ادولت تروازيام اج اللي هو يعني الشيخوخه، ايتاب دو لافي ايه اللي بيحصل في الفتره دي مثلا الطفوله ايه اللي بنقوم بيه. طبعا الحل اهوت هنختار من الجمل اللي عندك، طبعا عندك مثلا انفونس في الطفوله احنا بننزل المدرسه، او شوي على بوبي نلعب بالعروسه او تمام، ادولسونس الي او كوليج نزل برضو المدرسه الاعدادي والليسي الثانوي، فيفر سون بريمير امور يبدا الانسان فتره يعني اول حب له، الجونيس فترة اللي هي الشباب طبعا ادولسونس المراهقة، والجونيس الشباب اونتري دون لافي اكتيف بنبدأ بقى في الحياة العملية، فير سي زوتيد لونيفرسيتي يعمل دراسته في الجامعة، ادولت بقى البلوغ او يعني اللي هو سن الايه تلاتينات وكده، شارشي دو ترافاي يبحث عن العمل، وفير لا كارير يبدأ في يعني خلق الحياة اللي عنده العملية أو تحقيق الذات، وسوماري يبدأ يتجوز، تروازيام اج العمر بقى اللي هو الشيخوخة، بيبدأ إنسان سوكي بيدي سا سونتي يهتم بصحته، توشي لا ريتريت يعني يقبض المعاش بتاعه. يبقى ده الحل في صفحة 7 التمرين اللي هو قلنا رقم 10. نيجي بعد كده صفحة 9، يمكن احنا اتكلمنا عن قلنا سيجون الناس ديت بار اللي بتتحدث عن دولير في سونتومونتال حياتهم العاطفية سونتيلير، طب هم سعداء ولا لا. رقم 1 جي رونكونتري لا فام دو ما في، قابلت يعني زوجة حياتي او المرأة اللي افضلها تعيش معايا، فبقول ده طبعا ايه انسان سعيد بيعبر عن سعادته. اتنين اون سي ديسبيت احنا بنتخانق، بارفوا اون سي با واحيانا بنضرب بعضنا، وبويس اون سي ريكونسيلي واحيانا او ثم بنتصالح، طبعا حياتهم مالوري تعيس. يبقى انا خليت اوري بالازرق سعيد، ومالوري اللي هو الاحمر اللي هو التعيس. ثلاثة اون ترافيرس انكريز، اون ترافيرس انكريز يعني بنمر بازمه، وكل يوم تولي جور اون سو في ديسند ميناج بيحصل مشاكل او منزليه، طبعا هنا مالير تعيس. رقم 4 اون لو ميم جو لو ميم زابيتود مي سي با ان جران امور او جران امور، عندنا نفس التذوق ونفس العادات لكن ده مش كرون تامور، ما فيش حب ما بيننا، يبقى هنا مالوري تعيس. 5 جو في باسيون بعيش حالة عاطفية، جوسبير كو سي ريسيبروك واتمنى ان يكون ده شيء متبادل ما بيننا، طبعا هنا ايرو
ستة جو سويز اموري، انا عاشق. ميسيني باريس بروك، لكن ده مش متبادل يعني من طرف واحد، يبقى هنا مالورو تعيس. سبعة جو سويز اموريز، انا عاشقة. وسي لو كو دو فودر، ده حب من اول نظرة، يبقى هي ده ايري سعادة، يعني بيعبر عن سعادة. عايز تأنسها وتخليها كده ايريز، لو هي واحدة بتتكلم يعني، عايز تخليهم يمشوا الاتنين ايري كده، مفيش مشكلة. تمانية بعد ابري لا ريكونسيلياسيون، ابري ريكونسيلياسيون لو بروبليم اريف دو نوفو، بعد المصالحة ما تصالحوا مع بعض، لو بروبليم اريف دو نوفو، المشاكل عادت من جديد، يبقى هنا مالوري. تسعة، اكمل الجمل من الكلمات اللي معطوبة قدامك دي، ده في صفحة تسعة برضو. هنا كود فودر، حب من اول نظرة، سليباتير اعزب، باسيون عاطفة او حب، اموري عاشق، سامبراس معناها بيحتضنوا بعض، بلاي يرضي او سامبراس برضو يقبلوا بعض، وبلاي معناها يعجب او يعجب او يرضي، رونكونتر لقاء او يقابل او يفعل، لو اسم معناها لقاء او مقابلة، ومارياج الزواج. طبعا هنا بيير نقط سوفي، طبعا الحل هنا على طول اهو، بيير صفحة طبعا تسعة، رونكونتر سوفي، بيير تومب اموري دو سوفي، يعني وقع في عشق سوفي، وسي لا باسيون ده الحب، سي لو كو دو فودر حب من اول نظرة، بيير بلي ا سوفي، وير يعني اعجب او ارضى سوفي، ال سو بوا يتقابلوا، ال سو براس معناها يحتضنوا بعض او قبلوا بعض، وبيير دي ا سوفي، قال لسوفي جوتيم انا احبك، تي لا فام دو ما في، انت يعني المرأة التي أبحث عنها، البونس أو مارياج، وفكر في الجواز، لكن سوفي نيفي با سو ماريي، ولكن سوفي مش عايزة تتجوز، هي تفضل أن تكون لستي إيه سيليباتير. يبقى أنت اخترت إيه ما بين الكلمات اللي كانت فوق دي وسكنتها في كان النقط في نفس الصفحة برضو، برضو نفس التمرين، نختار من لين دوميال وفير بار، لين دوميال يعني شهر العسل، وفير بار دعوة الفرح، سيفيل فرح مدني، روب دو ماريي فستان عروسة، سونتون دي تفهموا، أليونس اللي هو يعني خواتم الجواز أو كده، ماري ماري اللي هو المكان اللي بيتم فيه عقد الجواز، والفواياج دو نوس هو رحلة الزفاف أو زي اللي احنا بنقضي فيها شهر العسل، اسمها فواياج دو نوس رحلة الزفاف. دوزون ابري، بعد سنتين سوفي وبيير قرروا ديسيد دو سو ماريي، ايلز انفوا بعتوا ايه دو فير بار دعوات، ايلز اشيت ديزاليونس خواتم بقى، ايلز شوازيس انسومبل لا روب دو ماريي، واختاروا فستان الفرح بور سوفي لاجل سوفي، وما فضلوا المارياج ايه، طبعا فضلوا الجواز الايه السيفيل، طبعا هنخليها هنا بالأزرق. اللي هو المدني، لأن طبعا احنا قلنا في الشرح خلال المحاضرات اللي فيه مارياج سيفيل ومارياج ريليجيو اللي هو ديني. وإيلفون على ميري، راحوا المكان اللي هو زي المحافظة أو البرفكتور يعني، وبعد الجواز طبعا راحوا المكان ده عشان يعقدوا الجواز، إنه جواز مدني، لكن لو كانوا عملوا جواز ديني كانوا يروحوا الإجليز الكنيسة. أبريلو مارياج، بعد الجواز إيه البارت، هم راحوا لفين؟ رحلوا لفواياج دو نوس رحلة زفاف، الباص قضوا هناك إيه لين دوميال شهر العسل، أون جريس في اليونان، السونتري هما سعداء، السونتون دو بيان، ومتفاهمين كويس. التمرين اللي بعده في نفس الصفحة التسعة، هنختار برضو من كلمة سين دوميناج مشاكل أسرية، ديسبيوت مشاكل، ريكونسيلياسيون مصالحة، سونتوند يتفاهموا، سيركونسيلي يتصالحوا، سيباري انفصلوا، ديفورس طلاق، طلاق ديفورس، وكريز يعني أزمة. أنا أبري بعد سنة، شوف بقى حلو بعد سنة، لي ديسبيوت المشاكل سون دو بليس أون بلو فريكونت، أصبحت كتير متكررة، سوفي إي بيير سيركونسيلي تصالحوا، لكن ابري لا ريكونسيلياسيون بعد المصالحه، لي بروبليم اريف دو نوفو، المشاكل راجع من جديد، راجع تاني، سوفي بيير ترافيرس، هم بيعدوا بايه انكريز، بيمروا بايه ازمه، ان سونتون دو بلو لم يعدوا يتفاهموا، ايل سوفون دايما
يحصل ما بينهم ديسان دو ميناج، مشاكل اسريه. الفيل سو سيباري، عايزين يفصلوا عن بعض. بيير دوموند لو ديفورس، ايه بيير يطلب الايه ديفورس، طلاق. باج ديس، صفحة 10، تمرين رقم 4. شوازيسي لا بون ريبونس، هتختار الإجابة الصحيحة. أنا طبعا حاطط لكم الإجابة بالأزرق، الإجابة الصحيحة. باسكال سور افيك فيرونيك، خرج مع فيرونيك. إليزون لو ميم جو، عندهم نفس التذوق أو نفس الذوق. إي سونتون دي بيان، يبقى هما بيتفاهموا إيه جيدا. طبعا مال مش هينفع أختار مال لأن معناها بصورة سيئة. ان جور، ذات يوم، باسكال رونكونتر ايميلي، مش اول تروف لا اول رونكونتر، قابلها التومب، وقع اموري، يعني سقط في حبها او وقع في حبها. سي لو كو دو فودر، اسمها لو كو دو فودر مش باسيون. طبعا الازرق هو الحل. ال دي قال لا سي لا فيونسي، ولا لا فام، لا قال لا سي لا فام دو ما في، يعني دي المرأة التي ابحث عنها، يبقى لا فام دو في او دو لا في او دو ما في. باسكال رون افيك فيرونيك، معناها تشاجر مع السوماري افيك ايميلي، وتزوج من ايميلي. باسكال وايميلي بريفير لو مارياج، هنا مش هقدر احدد سيفيل ولا ريليجيو الا ما اكمل الجمله. هو بيفضلوا الجواز الايه، مدني ولا ديني، ابدا احدد ام اعرف بعد كده. السوماري على الاجليز، لو هما تزوجوا في الكنيسه. البارت ان لين دو ميال، ولا فواياج دو نوس، هم رحلوا لرحلة زفاف في فواياج دو نوس. بعد الزواج، ابري لو مارياج، ال ني سونتونت بلو، ما عادش في ما بينهم تفاهم. ايميلي ترومب باسكال، معناها خانته. ايميلي خانت باسكال، قال ايه ليت انفيدل، انفيدل يعني مش مخلصه، خاينه. قال لوران جالو، يعني ده الامر اللي هي جعلته ايه غيور. باسكال لوي في دو سين دو ميناج، مش كريز، سين مش كريز. يعني باسكال بدا يسبب لها في مشاكل منزليه او في صراع منزلي. باسكال نوبو با لوي باردوني، مش قادر ينسى لها او يغفر لها ايه لانفيديليتي، اللي هو خيانتها او كده. بعد كده باسكال ايميلي فون ديفورسي، il ne s'aime plus، يعني ما عندوش بيحبوا بعض خلاص، هم عايزين ايه ديفورسي، طلاق. صفحة 10، برضو التمرين رقم 6، في طبعا ريليه لا كيستيون لا ريبونس، عايزين نوصل السؤال بالإجابة. فبقول رقم 1، وزات ماريه، وسليباتير، انت متجوز، انت متزوج ولا اعزب؟ اسكيل سون ماريه، هل هما متجوزين؟ ثلاثة، اسكيل سونتون دي بيان، هما متفاهمين مع بعض كويس؟ بوركوا اسك فو دوموندي لو ديفورس، ليه بتطلب الطلاق او بتطلب الطلاق؟ اسك تو ايريز و اي اموريز، انت سعيدة ويعني عاشقة؟ كي لا او كيا لا جاردون زونفون، من يهتم بالأطفال، أم من يملك حضانة الأطفال. يعني هنا رقم 1 اتوصل بده. طبعا هصغر لكم الشاشة بس شوية. ادي العمود الأول والعمود الثاني. طبعا 1 اتوصل بده، بقول له انت متجوز ولا اعزق؟ قال له لا. رقم دي، انا ديفورسي، مطلق. 2، انتوا متجوزين، توصلت سي بسي، لا احنا
عايشين بس كده مع بعض. ال فيف فيف انسومبل. تلاتة اسكي سونتون دي بيان، هم متفاهمين مع بعض. توصل بأف، نعم الزون اللي مام جو، وعندهم نفس الذوق كمان ونفس الاختيارات. يعني أربعة ليه انتوا بتطلبوا الطلاق؟ توصلت ب اه اون ديسبيت اون سو ديسبيت ديسبيت طول التون، بيتشاجروا طول الايه اليوم. خمسة اسك تيوريز واموريز، ايه اموريز انت سعيدة وعاشقة يعني وعاشقة؟ توصل ايوه وي جي رونكونتري لوم دو ما في، انا قابلت الرجل اللي بحلم بيه، هو رجل حياتي. ستة من من له حضانة الأطفال أو بيهتم بالأطفال، توصل بباسم وأنا مون إكس مون إكس ماري، زوجي السابق أخذ الأطفال أو بياخذ الأطفال. برون لي أنفون أن ويكند سير دو، يعني يومين أو أجازة على كل أسبوعين أو كل مرتين. يبقى ده التمرين رقم ستة في صفحة 10. ننتقل بقى إلى صفحة 14. بقول سولينيه، تمرين رقم 16 في صفحة 14. سولينيه حدد الكلمات المتعلقة بالجواز. طبعا الإجابة اللي هي بالأزرق هي الصح، ميري و المكان اللي بيتم فيه عقد الزفاف، ليست دو مارياج قائمة الزفاف أو الجواز، روب دو فيانسي فستان العروسة، ليزاليونس الخواتم أو الدبل، يعني فير بار اللي هو دعوات الإيه المشاركين في الفرح. صفحة 15 كومون تروفي فو سوز ابريسياسيون، ابريسياسيون التقديرات أو الكلام ده، هل هو بوزيتيف ولا نيجاتيف، إيجابي ولا سلبي. تيكوني مانيس، انت عارفة او تعرف بنت اختي، الي جولي كومان كور، كومان كور بقى كومان كور يعني قلبها ابيض او هي جميلة زي او طيبة، يبقى انا بوزيتيف ايجابي. اتنين الفي بلو جون كوسوناج، معناها يعني عمرها او شكلها اقل من عمرها، ما يديش عمرها. اون لوي دون 30 ans، احنا ندي لها 30 سنه بالظبط، فهنا بوزيتيف ايجابي، كلام ايجابي. ثلاثة تيا في نوتر فوازا، انت شفت جارنا اللي ماجري كومان كلو، يعني ده هو رفيع عامل زي المسمار، يبقى نيجاتيف، نيجاتيف يعني سلبي. أربعة ألسو مكايب تروب، دايما بتتمكيش، ستان بودو بانتير عاملة زي علبة البودرة أو علبة البوهية، يبقى نيجاتيف سلبي. خمسة كاسكيلي بو، يا له من شخص جميل، إليه بو كومانديو، يبقى ده بوزيتيف إيجابي، هو جميل. ستة الني بلوز أو سي جولي، لم تعد جميلة، ألا بيردي سالين، يبقى خلاص فقدت جمالها أو شكلها الجميل، يبقى نيجاتيف. سبعة دوي سي موا، منذ ست شهور إلى بكو ميغري، يعني خس كتير. إن كل لابو إلي زو، ما عادش عنده إلا يعني جلد وعظم زي ما بيقولوا، نيجاتيف طبعا كلام سلبي. تمانية أن با مال، هي مش وحشة، ألا دي بوزيه، معناها عندها عين جميلة، بدأ بوزيتيف إيجابي. صفحة 18 إريك إتامورو، معناه إريك عاشق، إل بارل دي سا فيونسي، وبيتكلم عن حبيبته أو خطيبته. كومبليتي أكمل سون ريسي، أكمل القصة بتاعته دي أو الحكاية بتاعته دي، بار من خلال لومون دي لا ليست، الكلمات اللي قدامنا دي. تفتح صفحة كام؟ 18، التمرين اللي هو رقم 11 فوق خالص. الإجابة هي جو سويز رو، أنا سعيد. جو في ماري، أنا هتجوز. ما فيونسي، خطيبتي ستيم تري جولي فام، الإجابة طبعا اللي بالأحمر، يعني خطيبتي امرأة أو ست جميلة، لا بوكو دو شارم، لها كثير من السحر والجمال، هي أم بو بروفيل،
يعني شكلها حلو. وان لها سرير ايتان سيلون براقة، لها ضحكة براقة أو ابتسامة براقة. اليمانس هي رفيعة. النبيس كو 47 كيلو، لا تزن إلا 47 كيلو. النباتري جروند مش طويلة، 2000 متر 60 سنتيمتر، طبعا يعني 1.60 متر. على التيب سلاف لها التامبال اللي هو يعني الشكل بتاعها أو صبغة وجهها بال شاحبة شوية. les yeux bleus، العيون زرقاء. les cheveux blonds، وشعرها أشقر. qu'elle porte cheveux détachés، يعني عندها زي ضفاير كده. je dois dire qu'elle a des cheveux magnifiques، شعرها جميل. لون طويل légèrement frisé ومجعد. remarque، ولاحظ ان الكيس هنا بقى ان فوس بلوند، يعني هي ما هيش شقراء مزيفة. c'est vraiment la femme de mes rêves، في فتاة أحلام. صفحة 37 بقى، ننتقل لصفحة 37. sont-ils contents de leurs vacances؟ طب قول هم سعداء بأجازتهم دي ولا لأ؟ يعني افتح صفحة 37، هم سعداء بأجازتهم ولا لأ؟ رقم واحد، nous avons pris un voyage organisé et nous avons eu des vacances formidables. كان عندنا رحلة منظمة كويس، وإحنا يعني كان رحلتنا فورميدابل رائعة. اتنين، مالوريزمون لسوء الحظ، جو سوي ريستي ترو لونتون على بلاج، جي بري ان كو دو سولاي، فضلت فترة كبيرة على البلاج وانا اخدت ضربة شمس. لو انت ممكن تقول هنا بقى يعني ايه مي كونتون، انا عايز اللي هو فين الكونتون بس، يعني اختار الكونتون. هنا مي كونتون معناها تعيس او غير ايه، غير سعيد. مكونتون. نيجي على التمرين اللي هو التالت او الجملة التالتة. سيتيتي هذا الصيف نو زافون في دي كامبينج، وكنا بنعمل معسكر. و البلوفي طول الجور، وطول الوقت كان البلوفي معناها السماء كانت تمطر طول الوقت. طبعا لما بكون عامل معسكر في جبل او معسكر في غابة أو كده والدنيا تمطر، دي حاجة مش كويسة، يبقى مين كونتو تعيس أو زعلان حزين. أربعة، جو مي سوي تري بيان ريبوزي أو بور دو لا مير، مستريح أنا على شط البحر. جي برونزي يعني بعرض جسمي للشمس عشان أخد اللون البرونزي. جي رابورتي بوكو دو جولي كوكياج، وجمعت كتير من اللي هو الصدف، ده طبعا ده كونتو مسروق. خمسة، je n'ai pas pu partir en voyage، ما قدرتش اروح الرحله. je suis resté، وقعدت في المدينه. j'étais bien seul، وانا لوحدي، فطبعا ده مي كونتون، حاجه مش كويس، انا حزين. وطبعا مي كونتون بتساوي كلمه تانية اسمها مالور، يعني لو انت عايز تشوف السينونيم بتاعها المرادف بتاعها مالور. ستة، nous sommes، نحن نو سومز عليه، ذهبنا للخارج ترونجي. اي نو زافون ديكوفير بكو دو جولي فيل، وشفنا مدن جميلة وبو فيلاج وقرى جميلة، يبقى يكون تو مصرو. سبعة، دون لا شامبر دوتيل، في غرفة الفندق. ان يافي با دي كليماتيزاسيون، كليماتيزاسيون معناها تكييف، ما فيش تكييف، كانش هناك تكييف. جي سوفير دي لا شالور، وتألمت كثيرا من الايه الحرارة او من الحر. يمي كونتون، يبقى حاجة مش كويسة، حزين. 8، نو سومز علي على مونتاني، رحنا الجبل. نو زافون ادميري دو بيزاج بيتوريسك، وحبينا او اعجبنا كثيرا بالبقع والمناظر الخلابة، فطبعا انا كونتون مسروق. صفحة 73 برضو التمرين الثاني. وبتنتون دو سي فراز، بنسمع الكلام ده فين؟ على بلاج، على البلاج على الشاطئ، ولا في الكامبينج في المعسكر ولا في الاوتيل ولا في الفندق. واحد، وي مون ساك دو كوشاج، فين الحقيبة اللي هي بتاعة النوم او الكيس اللي بنام فيها كامبينج. اتنين، جو فودري ريزيرفي ان شامبر سامبر بور ان نوي، عايز احجز غرفة لليلة واحدة في الاوتيل. تلاتة، بيان فوار مون شاتو دو سابل، تعالى شوف القصر
من الرمال اللي انا عملته من الرمال على بلاج، يبقى على البلاج. أربعة، اون فا مونتي لا طونت، هنركب الخيمة كامبينج معسكر. خمسة، جو فودري انولي ريزرفاسيون بور دوما، هلغي الحجز بتاع بكرة في الأوتيل. ستة، تو فا تو بانيي، هتستحمى أو تعوم يعني. برون خد تاب وخد العوامة بتاعتك، تبقى بلاج. سبعة، اسكو ستيم شامبر افيك كليماتيزاسيون، يبقى هنا الأوتيل. تمانية، اسكو شبو لوي ام بيدالو، ممكن أأجر اللي هو البدال اللي هو بالمية ده، يبقى على بلاج في الشط. صفحة 73 وصل التمرين الرابع، ريليه بار اسوسياسيون دي دي، هتوصل الافكار بعضها. فير دو كامبينج توصل بايه يعني، مونتي لا طونت معناها ينصب او بيثبت الخيمه يعني، بينصب الخيمه. اتنين، عليه الترونجي يروح الخارج، يبقى بدي اوبتيني لو فيزا، طبعا عشان تسافر بره الخارج يبقى رقم دي يحصل على فيزا. تلاتة، عليه اوبور دو لامير، اوبور دو لامير شاطئ البحر، يبقى رقم سي فير شاتو دو ساب، اللي بيعمل قصر من الرمال. أربعة، عليه الأوتيل عشان يروح فندق، يبقى ريزيرفي إن شامبر، يحجز غرفة. خمسة، برونزي يعني يدهن جسمه أو يعرض جسمه للشمس عشان يدي اللون البرونزي، يبقى ماتر دي لا كريم، حط كريم على جسمه. ستة، سوبانيي يعوم، تبقى اف بروندر ان بوي، ياخد العوامة بتاعته. صفحة 74، ريبارتيسي سيز اوبجي انتر بيير كاترين، هنوزع الحاجات ديت اللي قدامنا دي بالازرق، الاشياء دي ما بين بيير وكاترين. فبيير فا فير روندوني، بيعمل نزهة بتفسح، ويعني بيعمل نزهة في الجبل او كده. وكاترين فا وبورد لامير، وتروح لشط البحر. ايه من الحاجات دي اللي ده هياخدها بيير واللي كاترين هتاخدها؟ الإجابة طبعا أزرق، هتبقى بيير اللي هو راح يعمل نزهة في أو يعمل معسكر أو يروح في معسكر كده في الجبل أو كده، ودي راح كاترين رايحة شط البحر. فطبعا بيير محتاج معاه إيه؟ بوصل، بوصلة، لامب دو بوش طبعا اللي هي اللمبة الكشاف، بلان دي لا ريجيون اللي هو الخريطة اللي هو فيها التوزيع الجغرافي بتاع المكان اللي هو رايحه، ساك دو كوشاج اللي هو الحقيبة اللي هينام فيها، ينفخها وينام فيها، طانت اللي هو الخيمة، توسا فارماسي اللي علبة الأدوية، برودوي أنتي موستيك اللي هو يعني أي منتجات مضادة للناموس والذباب وكده. لكن كاترين هتاخد معاها إيه؟ وهي رايحة شط البحر، كريم سولير اللي هو كريم مضاد للشمس، ومايو دو بان والمايو. صفحة 81، التمرين الاولاني، بوندون كال فواياج بوتون تون دو سوفراز، يعني هنسمع الكلام ده في انهي رحله. رقم واحد، تي جي في اللي هو القطار السريع القادم من ليون و ديستيناسيون والمتجه لباريس. فان تري اون غار، هيخش المحطه، يبقى طبعا هنا الرصيف رقم ب، يبقى هنا اونترا. اتنين، جو سوي مالاد، انا مريض وعايز ابقى في الكابين، يبقى هنا في الباتو في المركب. تلاتة، دقيقتين انتظار، يبقى في القطر. أربعة، اربطوا الأحزمة سيلفو بلي من فضلكم، يبقى اون افيون في الطيارة. خمسة، جو فودري ان بلاس نو فيمير، أنا عايز مكان لغير المدخنين سيلفو بلي من فضلكم، يبقى ده في التران قطر. ستة، جو فيان دو باسي لانجسترمون، ما أنا عديت مكان اللي أنا بسجل فيه البيانات، يبقى في الطيارة. سبعة، فونا فيريان اديكلاري، مفيش حاجة توريها لنا، انت بتفتش بقى في الطيارة داخل الطيارة وانا افيون. تمانية، جوميري بيان مي برومينيه سور لو بون، انا عايز اطلع على اعلى المركب من فوق بقوم باتو. برضو تمرين صفحة 81، دو كوا بارلتون، بنتكلم عن ايه؟ رومبلاسي ايل بار لو مون افيون ترين باتو، هتحل محل ايل بطياره او قطار او مركب. ايل ديمار، ديمار دي خاصه بالتدوير بتاع الماكينات، يبقى القطر. ايل برون دو لا التيتود، يعني بترتفع في السماء، لافيون.
Il arrive au bord, il y a celle de la mine, et le bateau, le marque. Il décolle, donc là, الطائرة بتصعد يعني أفيون يدخل في نفق طبعا للترين رقم 5. 6 il suit le courant يمشي ورا الموجة أو ورا التيار اللي هو إيه لو باتو المركب. التمرين صفحة 102. كونيسيفو لو كور هيومان، أنت عارف الجسم البشري كويس. طيب أول حاجة هنختار يعني كلمة من الكلمات دهيت ونقول هل احنا اون لو فوا بنشوفها ولا اون لو ها نو لو فوا با ما بنشوفهاش. الازرق دي اللي هي الحاجه بنشوفها عضو من اعضاء الجسم زي اليد مثلا فبنشوفها، وهنا ما بنشوفهاش زي الاربطه زي الكليه الى اخره. طيب بنشوف ايه اون لو فوا؟ هنختار بقى ايه اللي بنشوفه؟ شيفي كعب، كو الرقبه، دو الظهر، بوانيه مقبض اليد، بواترين والخصر بتاع البطن او منطقة البطن بتاعة الانسان. ايه اللي احنا ما نقدرش نشوفه؟ جورج الحلق، ليجامون الاربطة، بومون الرئتين ما بنشوفهمش، لورا اللي هو الكلية ما بنشوفش. يبقى ده هنصنف الكلمات اللي فوق دي ما بين بنشوفوها وما بنشوفهاش. صفحة 102 اكمل. لا فيمي دو سيجاريت، تدخين السجاير يحتوي على الجدران اللي هو القطران، كي ابيم اللي هو بيدمر لبومون الرئتين. يبقى الاحمر ده اللي هو مكان النقط، هنا الحل على طول. اتنين لوكور برودوي دي ديشي، الجسم بينتج يعني نفايات او مخلفات والدم بينقلها ليرو ترانسبورت جوسكو ران الى الكليه. ثلاثة كون لو كور اي مالاد، لما القلب بيبقى تعبان مريض، اون باس ان الكتروكارديوجرام، بنعمل ايه اشعه على القلب. أربعة الجسم الديزادولت اللي هو البالغين أو الكبار يعني كونتيا أنفيرون، يحتوي تقريبا على 5 لتر إيه 5 لتر دو سون، 5 لتر من الدم. 5 ليزون العظم جرانديس يكبر أو بينمو جوسكا لاج حتى عمر دي فانتون، ثم بوي إيل سارت يقف أو ما بيتوقف كده خلاص. 6 لي بريمير دون السنان اللبنية، بوس تنمو فير لاج دي سي موا 7 موا إلى 7 شهور. 7 شكرا كل كلية إيرليه مرتبطة برآن أو مربوطة برآن تويو بخرطوم أو أنبوب ألا في سي إلى المثانة. يبقى ده الكلمات اللي احنا محتاجين نكملوها في صفحة 102 تمرين رقم سي. نيجي على صفحة 102 برضو، عايزين كونيسيف فو لي فونكسيون دو زورغان، عايزين وظائف الأعضاء. اربط لو كور القلب ماله وصف بسي معناه انفوي دي سون دون توت لي بارتي دو كور، يعني بيبعت الدم في كل أجزاء الجسم. 2 دون دي ماله كوبي اكرازي لي زاليمون، يعني بالأسنان وظيفتها ايه؟ تقطع وتحطم او تكسر الايه اطعمه. 3 فوا الكبد توصل بايه بينقل الغذاء لزاليمون اون فين بارتيكول جزيئات صغيره، بيحولها يعني بيحول الاكل لجزيئات صغيره. 4 بنكرياس بيوصل ببي بيستوكي لو سكر، ستوكي لو سكر معناها بيخزن السكريات. 5 لوبومون الرئتين مالها بيرمات دو ريسبيري معناها بتسمح بالتنفس. 6 ليرا الكليتين اف نتويي لو سون معناها بتنظف الايه الدم من النفايات او من السموم. ده التوصيل طبعا في صفحة 102. صفحة 104 كاسك الفو فير كونت كون سيلا ريف، يبقى كاسك ماذا الفو فير يجب ان نفعله لما هذا يحدث؟ ريلي اربط كبير كسر هنوصلها بدي نتوي افيك ان ديزانفيكتون كبير او اسف اللي هو القطع يعني اسف قطع خدش او القطع، هتوصل بتنظف بمطهر ونحط ضماده او شاش. 2 امبوزوانمون بنوصلها يعني التسمم بنتظر بايه بمركز السموم انتي بوازون المضاد او مكافحة السموم.
ثلاثة انونتورس اللي هو التواء بين فير ان بونداج في بلو فيت بوسيبل، بنعمل زي رباط او دعامة كده بخشب او غيره لما يبقى عندنا التواء بأسرع وقت ممكن. أربعة فراكتور معناها كسر في العظم، بنوصلها بأف تصل بالمستشفى، ومتر أمبلاتر بنحط حاجة زي الجبس أو جبيرة زي ما بيقولوا. خمسة إنانسولاسيون ضربة شمس، بنعمل إيه؟ بمتر لابرسون على العمر، بنقعد الشخص ده في الظل إلى فير بوار وبنشربه مية. ستة مورسير معناها لدغة، فبفير إن بيكيو دو سيروم، سيروم معناها بندي مصل مضاد للدغة أو مضاد للإيه للسموم برضو، اسمها بيكير دي سيروم. صفحة 106 ديت لير شكال ميتسا إل دواب عليه، قول لهم عند أي طبيب يجب أن يذهبوا. جمال لادون je n'en peux plus معناها عندي ألم في أسناني، فيقول له va voir ton dentiste طبيب الأسنان. je ne me sens pas bien je tousse va voir le généraliste أنا مش كويس وبكح، فتروح للطبيب اللي هو العام جنراليست. ثلاثة je me sens déprimé يعني محبط، و je n'arrive pas à m'endormir مش قادر أنام لأنوي بالليل. parfois je pleure sans savoir pourquoi أحيانا بأبكي مش عارف لماذا. يبقى كاسكو تي اتون منتظر ايه؟ فافوار النورولوج اللي هو طبيب الاعصاب. أربعة جي بيردي ان لونتي انا فقدت العدسه بتاعتي، مانتنو جو دوا بورتو دو لينات وعايز اعمل نظارات. قال له جي بو تو كونسيي ممكن انصحك ان انت ان بون اوبتيسيان براجل للنظارات اسمه اوبتيسيان اللي هو طبيب نظريات النظارات او يعني بنقول عليه اللي هو بيعمل نظارات يعني. خمسة أبخي لو ريبا بعد الوجبة جمال الاستماع عندي أنا في المعدة ساب تاتر إنيلسير عند ممكن يكون ده إنيلسير معناها قرحة. طبعا فافوار لشيروجيان روح اذهب للجراح يشوف ايه الحالة اللي عندك دي. طبعا ده يبقى الأحمر ده اللي هو الحل بتاع التمرين. صفحة 109 ده كويس ولا مش كويس، سافا بيان ولا سافا مال. الجمل دي هتصنفها هنا ما بين الجمل دي، هل ده معناه انه بيشعر ان هو بخير ولا يشعر ان هو مريض او تعبان. الاجابه اهيت، حاول احنا بقى نشوف الاجابه هنا اهوت. كويس هيبقى رقم واحد جي ميسون ريبوزي انا مرتاح و جي سوي اون بلان فورم وبصحه جيده، ورقم ثلاثة من الاختيارات جي سوي اون بون سونتي بصحة جيدة. أربعة جي سوي كونفاليسونت معناها في فترة نقاهة جي في دو ميي اون ميي أو جي في دو ميي اون ميي معناها بصير أو حالتي أحسن فأحسن. وبرضو رقم تمانية جي شانجي لو مود دو في غيرت نمط حياتي وجريت دو فيمي وبطلت التدخين جو مي سون تخي بيان وأنا صحتي كويسة أوي. يبقى بالأزرق ده اللي هو يعني إيه حالته كويسة، اللي حالته مش كويسة من الاختيارات اللي هي فوق دي عندنا رقم اتنين vous avez l'air fatigué يبدو عليك التعب vous avez besoin de repos عايز راحة. اتنين او رقم خمسة اسف تي مانك دو فيتامين محتاج انت فيتامينات. ستة je suis épuisé انا منهكة و je suis morte de fatigue وميتة من التعب، يبقى ده حاجة مش كويسة. سبعة على لابوسيش يعني معناها بشرتها جافة بسبب الايه او جلدها جاف بسبب الايه السجاير، ودي برضو حاجة مش كويس. تمرين 109 لاحظ النصائح كويسة، يعني الجمل اللي انت هتشوفها دي هل هي بون كونساي؟ يعني طبعا كلمة بون كونساي يعني نصيحة كويسة، مش كويسة خلاص مش هتكتب حاجة هنا، احنا عايزين انهي النصائح الكويسة في الجمل دي. تجنب الاسترس والسرميناج والاجهاد او كده، يبقى ده ايه نصيحة كويسة. اتنين دخن علبة سجاير لا حاجة مش كويسة، مش هينفع اقول بون كونساي، بون كونساي معناها نصيحة كويسة، يبقى اتنين لا مش معانا. اللي هي بالازرق اللي هم بالازرق دول هم الكويسين وجنبهم كلمة بون كونساي. تجنب اللافي سيدونتير اللي هي الحياة اللي يعني قايمة على القعاد انت تفضل قاعد كده، وفي الدسبور ومارس رياضة دي حاجة كويسة طبعا نصيحة كويسة.
مانجي اكليبري، اكليبري معناها كل بنظام او بتوازن، مش اكتر من طاقتك يعني. بيفي ان لتر دو بارجو، واشرب لتر ميه يوميا طبعا نزعه كويسه. 5 خد مخدرات عشان تكون مزاجك كويس، طبعا لا دي حاجه غلط. 6 نترافايي با تروم، ما تشتغلش كتير، ودورمي بلو، ونام كتير، دي حاجه كويسه. يبقى هنا رقم 1 و3 و4 و6 دول بون كونساي، نصائح جيده. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، طبعا هو فيديو طويل وفيه المنهج كله، خاصة بقى في جرامير بقى، القواعد اللي احنا خدناها والتمارين وحلها اللي احنا خدناها لطلاب قسم اللغة الإنجليزية الفرقة التانية كلية الآداب الترم الأولاني 2020-2021. أرجو تكونوا استفدتم، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع، وإن شاء الله الامتحان يبقى يعني في المتوسط أو يعني الطالب المتوسط، وربنا يوفقكم جميعا إن شاء الله. كان معاكم دكتور إبراهيم عيسى، وخالص الأمنيات لكم بالنجاح جميعا إن شاء الله.